السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم من جديد ولايف جديد من لايفات اي نيد. إن شاء الله اللايف النهاردة معانا من العراق الشقيق، لتول جديدة وعربي جديد بابتكار جديد إن شاء الله، بالتوفيق لكل إخواتنا العرب. معانا صديقنا العزيز باشمهندس أحمد حاتم، منور هندسة. حبيبي الله يسلمك اخويا، السلام عليكم وان شاء الله وعليكم الكل السلام، بخير ان شاء الله. الله يسلمك. الحمد لله رب العالمين. ومعانا طبعا صديقنا باشمهندس وسام، مدور صديقي باشمهندس وسام. هندسة وسام صوتك مش أعتقد موجودين. الصوت طيب، على ما يرجع الصوت من وسام نبتدي نتكلم مع باشمهندس أحمد. هندسة، قول لنا بقى بداية تعريف عن الأداة الجديدة اللي موجودة. للأداة ألو ألو اللي ألو هي لوجيك 16 تول، هي حتختصر شغل، حتختصر مجموعة تعاملات مع الأعطال، حتختصر عليك إنه حتتعامل مع مجموعة إشارات. لحد الآن إحنا بالنسبة للتول عملنا 5 أوبشنات، 5 خيارات موجودة بالتول، والوقت لاحق طبعا حنضيف مجموعة أوبشنات أخرى بالنسبة للأداة لحاقا طبعا، لانه كل اوبشن من الاوبشنات يحتاج وقت، يحتاج عمل انه انت تدققه وبعدين تضيفه للتول. انا بالبدايه اخذ نبذه تعريفيه بالنسبه للاداه، للشكل اللي يخص الاداه والواجهه الخاصه بالاداه حتى نتعرف عليها من الخارج قبل ما نبدا بالتفاصيل ونتكلم عن اوبشن اوبشن بالنسبه للاداه. التول موجودة بهذه الطريقة: خيار يخص الـ RFFE، خيار يخص الـ I2C، خيار يخص الـ I-Boot، ريستارت، بوربل. كل هاي الخيارات أغلب الفنيين تهم المستوى متوسط ومستوى محترف يستخدمها بالتعامل مع الأعطال. طبعا بالنسبة اللوجيك في خيارات احنا كنا سابقا نستخدمها، بس مثلا على سبيل المثال ظاهرة البوربل مود كنا سابقا نصدر أوامر، الأوامر ننفذها عن طريق كول تيرم، عن طريق مبرمجة اي ريبير، عن طريق مبرمجات ثانية يو اي ار تي، هذه نصدر بها أوامر. لكن الفني لما يجي يصدر مجموعة أوامر لازم يكون هو منتبه للأوامر اللي ده يصدرها، لأنه السبيس تفرق، الحرف يفرق. فاجتنا فكره انه نعمل مجموعه اوبشنات من خلالها يكون تصدير الاوامر، يكون التعامل وياها سهل. فراح تلاحظ انه التول اللي عاملينها سهله الاستخدام، وهذا اهم ميزه موجوده بالتول. يعني مجرد ما انت تيجي على التول تضغط ضغطتين حتفتح عندك، تطلب منك كود تفعيل، كود التفعيل تنزله بالتول، بعدها حتفتح بشكل طبيعي التول وتبدي تستخدمها. هاي اول ميزه. هنا احنا بالواجهه ضايفين هيلب، الهيلب هي تشرح كل الاوبشنات اللي موجوده بالاداه. يعني الاوبشن الاول كيف نستخدمه، متى نستخدمه، كل الامور هذه موجوده عندي بالهيلب. بالهيلب موجوده. جميل. طيب احنا حنبتدي الان تعريف بالنسبه للاداه. يعني اليوم اللايف مالتنا حيكون بالترتيب الاتي: احنا حنعرف الأداة، نوضح طريقة الاستخدام أولا، بعد ما نوضح طريقة الاستخدام حنعمل تجارب عملية على أوبشن أوبشن، طبعا بمشاركة الأخوة مهندس وسيم مهندس عباس، حيعملون مجموعة تجارب عملية على أجهزة حتى يشوفون طريقة استخدام التول، طريقة استخدام الأوبشنات اللي موجودة بها. طيب كبداية لما نجي للتول، احنا مهم بالاشارات نفهم الاشاره وطريقه استخدامها. يعني اليوم انا استخدم تول تتعامل مع ار اف اف اي، منطقه اماميه من الشبكه،
تتعامل مع اي تو سي، من الضروري جدا قبل ما ابتدي استخدم هذه التول اكون فاهم الاشاره الكلوك والداتا. يعني من المهم انه اتعرف على شكل الاشاره اللي مرسومه بشكل كلوك والاشاره اللي ترسم بشكل داتا. دائما ما يرسم عندي الكلوك بشكل اشاره تكون على شكل متماثله، يعني رسمه الاشاره الان بالكلوك تلاحظ هذا المربع يشبه هذا المربع ويشبه هذا ويشبه هذا وهكذا، يعني طريقه رسم السيجنال هي متشابهه. اما لما نتكلم عن داتا، الداتا يكون رسمه الاشاره غير متشابهه، فتلاحظ انه رسمه هذا المربع تشبه هذا ولكن ما تشبه لي رسمه هذا المربع، يعني فتلاحظ الكلوك متماثل تقريبا والداتا لا متغير. صح. الكلوك غالبا ما تكون رسمه سيجنال متماثله، اما الداتا فتكون رسمه سيجنال بالنسبه له متغيره. هذا ضروري حيفيدني لما استخدم لوجيك اناليزر، لما استخدم اي تولز تتعامل مع البروتوكولات. يعني اليوم انت تتعامل مع بروتوكول اس بي اي، تتعامل مع يو اي ار تي، تتعامل مع اي تو سي، مع ار اف اف اي، بشكل عام باي جهاز الكتروني لازم تكون فاهم رسمه السيجنال بالنسبه للكلوك متشابهه وبالنسبه للداتا تكون مختلفه. حتى لما تتعامل بالربط وتلحم لحام تعرف انه انت نفسك رابط الكلوك على الكلوك والداتا على الداتا. يعني مثلا لو انت استخدمت لوجيك اناليزر بهذه الطريقه وضبطت وعرفت الشانل 0 على انه كلوك، وضبطت وعرفت الشانل 1 على انه داتا، طيب رسمه الاشاره بعد ما تعمل ستارت، بعد ما تاخذ ديكودنج للاشاره، حتلاحظ انه الاشاره اللي هي بشكل كلوك رسمتها متماثله الى ان انتهت عندي السيجنال الاولى وبعدها توقفت وبدت عمليه الستارت سيكونس الثانيه وانتهت، فرسمه تلاحظ السيجنال هي متشابهه. اما بالنسبه للداتا لا، الداتا من بدايتها لنهايتها ما تكون عندي متماثله. هذا الكلام يشمل مجموعه بروتوكولات تشتغل بالديجيتال اللي هي بروتوكولات ذكرت اي تو سي، ار اف اف اي، يو اي ار تي، اس بي اي، كلها راح تكون فيها تحتوي على كلوك وتحتوي على داتا، فلازم اكون اني فاهم رسمه الكلوك ورسمه الداتا. طيب اي حاله من الحالات سواء كانت كلوك او كانت داتا حيكون مستوى السيجنال هاي ولو، يعني مثلا مستوى السيجنال هنا في هذه المرحله لو، بعدها ارتفع هاي، فمهم جدا انه افهم انه اللو هو صفر فولت والهاي باغلب السيجنال اللي مستخدمه ببروتوكولات الموبايل هي 1.8 فولت، يعني ارتفاع السيجنال هو اعلى قمه توصلها السيجنال هي 1.8 بالعشرة فولت. طيب بعض الاحيان بالاجهزه الحديثه تلاحظ انه خطوط اي تو سي استخدمت الفولت الخاص بها هو 1.2 بالعشرة، انقسمت الاي تو سي الى قسمين، قسم منها تتغذى على فولت قيمته 1.8 وقسم من عندها حنلاحظها انه تتغذى على فولت قيمته 1.2 بالعشرة فولت. طيب انا هذا الكلام وين يفيدني؟ يفيدني باستخدام التولز. مثلا انا ربطت التولز وطلعت لي هاي السيجنال قدامي، لكن شاهدت هنا مكتوب داتا وهنا شاهدت مكتوب كلوك، اعرف نفسي انه انا بهذه اللحظه قالب عمليه اللحام، يعني رابط كلوك على داتا ورابط داتا على كلوك، وبالتالي راح اروح للاوبشنات واعمل سيتنج بالنسبه للبروتوكول اللي مختاره سواء اي تو سي او ار اف اف اي، فاعمل تعديل اروح اخلي الشكل المتماثل على الكلوك والشكل الغير متماثل على الداتا، وبالتالي حيحصل عمليه ديكودينج، لانه بمرحله اللي تقلب فيها بالمرحله اللي تقلب بيها الاطراف حيحدث عده لكل الاي سيات نت تكنولوجي، يعني كل الاي سيات ما تحدث عمليه استجابه حيقرا عندك، وبنفس الوقت هسه راح نعرف الترتيب اللي تمشي به الداتا. ترتيب الداتا حيبتدي ب اس اس سي بمعنى اللي هو سيكونس كونديشن، الستارت سيكونس كونديشن، فالستارت سيكونس كونديشن بحاله تقلبت الداتا كلوك والكلوك داتا حيظهر فقط اس اس سي، يعني فقط الستارت سيكونس كونديشن حيظهر عندك، اما بقيه نقل الداتا
والباريتي وكلهم ما يظهرون عندك، فهذا ضروري جدا كبداية. طيب السلايد اللي بعده هو خانة البوربل مود. خانة البوربل مود اللي مستخدمينها طبعا هاي حتستخدم بعد إدخال الهاتف لوضع البوربل مود بأحد المبرمجات. يعني لو أنت تريد تعمل تيستات باستخدام خانة البوربل مود، أول خطوة لازم تعملها إنه تدخل جهاز بوربل مود، وكل إحنا نعرف إنه الموديلات اللي تتعامل مع البوربل مود أو تدخل لوضع البوربل مود هي من الآيفون إكس فما دون. يعني هذا الكلام ينطبق على الموديلات اللي تدعم خاصية البوربل مود فقط، ما تدعم آيفون ماكس وفما فوق. تمام. طيب أولا إحنا حنوصل الهاتف، هاي الخاصية ما ينفع أوصل الهاتف بكيبل يو اس بي، لازم إنه أنا أوصل الهاتف بكيبل دي سي اس دي، يعني كيبلات اليو اي ار تي كيبل أو أحد مبرمجات الذاكرة، كأن يكون توصل اي ريبير أو توصل البي بوكس أو توصل البي 13 جي سي، أي واحدة من مبرمجات الذاكرة اللي تدعم عملية إدخال الهاتف لوضع البوربل مود بإمكانك إنه تستخدمها مع هذه الأوبشن، مع هذا الأوبشن. طيب أولاً إنه حنفتح برنامج الكول تير ونعمل اتصال من خلاله. أنا عملت لك توصيلة عن طريق الكول تير حتى، لأنه الكول تير برنامج مجاني، وبالتالي طالما هو برنامج مجاني راح تقدر تستخدمه مع كل المبرمجات اللي موجودة عندك. يعني لو كان الفني يمتلك مثلاً آي ريبير، طبيعي جداً تفتح كول تير وتعمل كونكت عليه باستخدام الآي ريبير كمبرمجة. الآي ريبير بهاي المرحلة حتعمل هي فقط ككيبل، تعمل ككيبل اتصال يو اي ار تي. طيب لو انت تمتلك مبرمجة بي 13 جي سي ماكو مشكلة، تفتح كول تير وتوصل بالبي 13 جي سي وبعدها تعمل كونكت على الكول تير. لو تمتلك دي سي اس دي تلقائيا الدي سي اس دي ايضا يتعرف على الكول تير وتعمل بي كونكت. فأي وحدة من المبرمجات أو أي كيبل داتا كيبل دي سي اس دي بإمكانك تستخدمه بهاي الخاصية. بعدها حنصدر مجموعة أوامر للفحص. طبعا لما أنت تعرف أنه الكوم اللي بالحاسبة يتعرف على برنامج واحد فقط، يعني لو أنت مثلا فاتح اي ريبير وعامل كونكت بالاي ريبير وفتحت كول تير، أكيد الكول تير ما يعمل كونكت مش هيمسكه، هيبقى هو رابط مع الثاني. نعم لا هو ما يربط، ما يربط مع الاثنين. هو لو ربطت انت مع الكول تير مثلا ما يربط عندك بالاي ريبير، لانه الكوم بدا ينقل داتا عن طريق الكول تير. لو ربطت بالاي ريبير ما تقدر تعمل كونكت بالكول تير، لان الداتا متوصله عن طريق برنامج اي ريبير مثلا. تمام. طيب هنا بالنسبة للبوربل احنا ضايفين مجموعة من الأوامر اللي نعمل بيها التيست. التيست اللي نقدر نعمله أولا تيست بيس باند، تيست للبيس باند نفسه، يعني كل الأجهزة اللي تدخل بوربل مود ممكن تعمل تيست للبيس باند وحيخرج لك البيس باند بحالة هو وورك أو بحالة هو نوت وورك. تيست آخر ممكن نعمله عن طريق البوربل مود هو للباور بيس باند. باور بيس باند مكان ما تفحص كل فولتاته، سواء فولتات الـ LDO أو فولتات السويتشات، ممكن تعمل تيست للباور بيس باند. هذا تيست بسيط للباتري، تعرف الفولت الخاص بالبطارية كم فولت. تيست للبلوتوث، تعرف البلوتوث شغال أو لا. لمجموعة خطوط كلوك، مجموعة خطوط كلوك. تيست للجي بي اس اي سي، ممكن تعمل جيت سيريال نمبر، يعني تحصل على السيريال نمبر الخاص بالجهاز اللي موصله. ان اف سي تيست، تعمل تيست بالنسبه للاي سي ان اف سي. جيت موديل اللي هو يبدي بحرف اي، وهذا سهل احنا ممكن نطلعه من جوجل او نبحث عليه بعد. التيست المهم الاخر بالنسبه للاجهزه اللي تدخل بوربل مود هو تيست للرام. ممكن نعمل رام تيست خصوصا بالاجهزه اللي واقفه على اللوجو وتدخل لوضع البوربل مود، ممكن تشيك هل المسبب لوقف
وضع البوربل مود هو رام او لا، فنعمل له تيست رام. نعمل تيست للتاتش، نعمل من خلاله تيست للواي فاي. طبعا ممكن تنزل بالماوس بطريقه معلش، تشوف. قصدك التاتش اللي على الشاشة ولا دايرة التاتش نفسها؟ لا، هو دائره التاتش اي سي، باور تاتش او تاتش اي سي. واي فاي تيست ممكن نعمل للباكات الخاصه باي سي الباور، مخارج اي سي باور نخرجها على شكل باكات. تيجرس تيست ممكن نعمل لاي سي الشحن التيجرس، هيطلع الستاندر اوت بوت اقارنه مع الفولتات اللي تطلع عندي. تمبريتشر تيست، المقاومات الحراريه اللي موجوده بالجهاز ممكن اعمل لها تيست واشوف قيمهم، هل هي تغيرت ام ما متغيره بالمقارنه مع المخطط. طبعا انت بالاداه ما راح تحتاج ترجع للمخطط، لانه حيخرج لك مع الضغط على هذا الخيار ستاندر، الستاندر ماخذينه من المخطط نفسه، فحتقارن هذا مع الستاندر مثل ما راح نعمله عملي بعد شويه. سنسر تيست، وهذا راح يعمل لك تيست للسنسرات اللي متوصله، الفلاتات كيبل الخاصه بالسنسر مثل الامبيدد لايت سنسر، مثل السنسر الاضاءه العامل اللي موجود بالجهاز. فمجموعه السنسرات اللي خاصه بالجهاز حتعمل لها تيست. تيست اللي بعده اللي هو تراي ستار بروبرتيز. التراي ستار اللي هو خاص بالمنظم الشحن ممكن تعمل له خصائص، حيطلع لك ستاندر اوتبوت وتقارنه مع التراي ستار اللي هو خرج الجهاز. هذا حيبين لك خطوط الاي دي متصله بشكل صحيح، حيبين لك خطوط الاكسسوري اللي بالفلات كيبل متصله بشكل صحيح او لا. اللي بعده هو تشيستن تيست. تشيستن تيست هذا يفيدنا الخيار حتى نعرف العطل اضاءه وبيانه. يعني غالبا لما تجيني شاشه سوداء واشغل جهاز على الباور سبلاي والفي الجهاز يشتغل بشكل طبيعي، فاحتاج اعرف هل العطل هو اضاءه وبيانات. فنعرف كل احنا عارفين انه دائره البيانات حتعمل قبل دائره الاضاءه، وبالتالي يجب ان اشيك اولا البيانات. فاعمل تشيستن تيست، حيطلع الستاندر فولتج اوتبوت، والستاندر فولتج اوتبوت حيخرج لي الفولتات اللي هي موجوده بالمخطط، حتقارنها مع الجهاز هل خرج لك الفولتات واللي هي اغلبها 5.7 و5.1. اذا خرجت هذه الفولتات معناها اي سي التشيستنت، اي سي البيانات اللي موجود بالجهاز هو سليم، بالتالي حتعمل صيانه لدائره الاضاءه. اما لو انت عملت تشيستنت تيست وفولتات البيانات ما ظهرت عندك بشكل طبيعي، قارنتها مع الستاندر فولتج اوتبوت وفيها مشكله، بالتالي تعرف انه مشكلتك بدائره البيانات وتعمل صيانه لدائره البيانات فقط. اكورد تيست هو تيست بالنسبه لاي سي باور اللمس. اي سي الباور اللمس نعرفه كل احنا موجود بالايفون اكس فما فوق، فهذا الخيار يستخدم للايفون اكس باعتبار باور اللمس موجود بالاكس ما كان موجود عندي بالاجهزه اللي هي 7 و7 بلس و6 ما موجود فيه. فيستخدم الاكورد تيست للاكس فقط. طيب هذا بالنسبه للخيار الخاص بالبوربل، هذا اوبشن من اوبشنات الاداه. احنا ده نتكلم عن اوبشن واحد من اوبشنات الاداه اللي يستخدم في وضع البوربل مود فقط. طيب احنا الان حنتكلم عن كل الاوبشنات بشكل تعريفي، بعدها حنستخدم كل الاوبشنات بشكل عملي. تمام. طيب الخيار اللي بعده اي بوت. الاي بوت هو خاص باقلاع البوت الخاص بالهاتف. اقلاع البوت الخاص بالهاتف احنا كل احنا عارفين انه اقلاع البوت حيبتدي انه اي سي باور يخرج فولتات، الفولتات الرئيسيه حتنقسم على شكل باكات وال دي اوات. بعدها حيقلع معالج التطبيقات. معالج التطبيقات حتى يقلع يحتاج تغذيه رئيسيه من اي سي باور، يحتاج بعد ما يقلع يشيك على كل المنظومه الهاتف. طبعا نعرف انه اي سي معالج التطبيقات حيشيك عن طريق اي تو سي. الاي تو سي هو اللي يعمل بي كنترول على كل الجهاز، يعني اغلب الاي سيات الرئيسيه حيعمل عليها كنترول. على سبيل المثال يشيك ايبروم حتى يسحب منه داتا بواسطه خطوط الاي تو سي،
يشيك باك لايت، يشيك شيستنت، يشيك سبيكر امبليفاير توب، يشيك سبيكر امبليفاير بيتون، يشيك تراي ستار، يشيك تيجرس، كلهم حيشيكهم عن طريق الاي تو سي. اي شورت بخطوط الاي تو سي ممكن يسبب لي توقف اقلاع الهاتف، توقف منظومة الباور، اي شورت. طيب الاجزاء الرئيسية لازم نكون فاهمينها، منظومة الباور حتى نتعامل ويا الاي بوت، الخيار اللي موجود بالاداة بشكل صحيح. اولا معالج تطبيقات ما بعد الباور، اس دي رام اللي هو الذاكرة المؤقتة اللي موجودة بالجهاز، بعدها ناند فلاش واي تو سي. فالاي بوت هو خيار يوضح لي بأي منطقة من مناطق إقلاع الباور حصل مشكلة. هل حصل المشكلة بالمعالج نفسه؟ هل حصل مشكلة بالآي تو سي؟ هل حصل مشكلة بالرام؟ هل حصل مشكلة بالناند فلاش؟ دائما الآي بوت يتم توصيل الهاتف وهو طافي، يعني ما تحتاج تدخل جهاز دي اف يو، لا تحتاج تدخل جهاز بورد. لذلك الآي بوت حيستخدم مع كل موديلات الآيفون، يعني تستخدمه مع كل موديلات أبل، سواء الجهاز ايفون سواء الجهاز ايباد، حتستخدم الايبوت معه حتى توضح اقلاع الهاتف باي منطقه من المناطق توقف به الاقلاع. طيب الايبوت ما تحتاج انه تدخل الجهاز لوضع معين، يعني لا تحتاج تدخله دي اف يو، لا تحتاج تدخله بوضع البوربل مود، مجرد ما يجيك جهاز طافي، الجهاز وهو طافي حتربط اما دي سي اس دي كيبل او اير بير او بي 13 جي سي، اي مبرمجه من المبرمجات اللي تظهر لك اي بوت، الكتابه اللي حنشوفها بعد شويه هي توصلها. طيب لو الجهاز قرا بوت شنو يعني لي، ولو الجهاز ما قرا لي بوت شنو يعني لي، وهذا مهم جدا انه انا اعرفه. الجهاز اللي يقرا بوت بنسبه كبيره يكون معالج التطبيقات حصل على تغذياته من الباور واقلع، أقلع المعالج، لكن ما بعد المعالج حصل به مشكلة، ما بعد المعالج اللي هو رام ناند اي تو سي، رام ناند اي تو سي. طيب لو الجهاز ما ظهر لبوت بأثناء توصيل مثلا اي ريبير، فهذا معناه غالبا انه المعالج ما أقلع. فطالما المعالج ما أقلع، احنا حنبتدي بفحص دائرة المعور ما قبل المعالج، وما قبل المعالج هو التغذيات اللي خارجه من اي سي باور، تغذيات خارجه من اي سي باور، قد يكون كويل بسبب مشكله وقد يكون المسار فيه شورت، فحنشيك. طيب الاي بوت وين يفيدني؟ حيفيدني لما يكون عطل الباور بما بعد المعالج، ما بعد المعالج يعني لما يكون عطل الجهاز رام، لما يكون عطل اي تو سي، لما يكون عطل نان، حيظهر عندي فشل بإقلاع جزئي سبب لتوقف الجهاز باور. طيب غالبا الايرور حيظهر لك بعد كلمه اي بوت بانيك، بعد اي بوت بانيك. نعرف احنا الايرورات اللي تظهرنا قسم منها مشهور وقسم من الايرورات غير مشهور، يعني مثلا من الايرورات اللي مشهوره ادي لما تدخل على خانه الاي بوت وتكتب مثلا 190، هذا ايرور مشهور للناند مثلا، فيعطيك الايرور ديتكت ناند هذا الايرور. لما مثلا تتكلم عن ايرور اخر مشهور الاغلبيه عرفه، مثلا ايرور خاص مثلا بالدي دي ار مثلا اللي هو دبل داتا ريت، هذا خاص بالرام، دبل داتا ريت خاص بالرام، فيظهر للايرور رام. يعني ما بعد الاي بوت، ما بعد الاي بوت لو ظهرت هاي الايرورات المشهوره ممكن الفني ما يحتاج الاداه، ما يحتاج الاي بوت الخاصه بالاداه، لانه مميزها ومشخصها وبالتكرار يعرفها. لكن في ايرورات مو ظاهره، مثل ما مثل 1882 يظهر لك هذا الايرور، انت ما ظاهر عندك سابقا هذا الايرور، فحتحتاج تجرب تفحص الى ان توصل للايرور وتعرفت عليه. احنا اللي عملناه بالاداه كل خطوط،
كل الخطوط اللي خاصة عن إقلاع الهاتف عملنا فيها مشكلة. يعني مثلا على سبيل المثال الناند فلاش، رفعنا الناند فلاش مرة عملنا شورت على واحد من خطوط الناند فلاش وشفنا البوت مالته، مرة عملنا ماسك سولدر قطعنا المسار وشفنا الايرور الخاصة به. بعدها توجهنا مثلا للاي تو سي، مرة قطعنا المقاومة رفعناها ومرنا عملنا شورت شفنا الايرور الخاص به. توجهنا اي تو سي 0، اي تو سي 1، اي تو سي 2، بعدها اي تو سي اي او بي، اي تو سي 2 اي او بي، بعدها اي تو سي 0 اس ام سي، اي تو سي 1 اس ام سي، وهكذا عملنا على كل الموديلات. فعرفنا الايرورات اللي تظهر على خطوط الاي تو سي وكل الموديلات، تعرفنا على خطوط الناند وايرورات الناند بالبوت اللي تظهر بالموديل، حفرنا الرام بجميع الموديلات، رام طبعا الحفره مو يدوي باستخدام ماكينه سي ان سي، وخلينا الجهاز يظهر لي ايرور الخاص بالرام، فتعرفنا على ايرورات الخاصه بالرام في كلها. فالاداه عندك بالاي بوت، بالاي بوت الخاص بها موجود عندي 293 ايرور، 293 ايرور. ممكن اي فني يعرف 15 او 20 ايرور او اكثر بالزايد 30 او 50 ايرور من الاقلاعات البوت، لكن انه تتوصل الى 293 ايرور خاصه باقلاعات البوت فهذا الشيء صعب، ما يجي الا تجارب، التجارب تكون على اجهزه متعدده، خطوط كلها لازم تعمل بيها فصل او تعمل بيها شورت حتى تظهر كل الايرورات اللي ممكن انت تلاحظها وتشاهدها بالاي بوت. هذا بالنسبه ما يخص لي للاي بوت، بالنسبه للاي بوت. طيب لما بحاله عدم وجود اي بوت بينك، يعني بحاله انت مثلا وصلت جهاز طبيعي ما ظهر لك اي بوت بينك، يعني ماكو داعي انه حتستخدم الاداه، لانه هذا العطل مو صريح مو ظاهر، العطل ما انطاك ايرور بهاي المرحله، ما انطاك اي ايرور. هذا بالنسبه للخاص للبوت بالجهاز. اللي بعده اللي هو الريستارت، الريستارت اللي هو هاي الخانه موجود اوبشن يخص الريستارت. هذا الريستارت نعرفه هو خاص بالاجهزه الشغاله وليس ريستارت لوجو، ريستارت ابلكيشن، يعني الجهاز يدخل نظام يطلع تطبيقات وبعد مرور دقيقه او نص دقيقه او ثلاث دقائق يعمل ريستارت، فهو ريستارت ابلكيشن وليس ريستارت لوجو. يعني لانه كثير من مستخدمين الاداه يحسب انه هذا الخيار خاص للريستارت لوجو، ريستارت اللوجو انت تستخدم له اي بوت، يعني ريستارت اللوجو ممكن تستخدم له اي بوت حتى يطلع لك الايرور هل هو رام اي تو سي نات، اما ريستارت الاخر هذا ريستارت خاص بالابلكيشن. الريستارت احنا نعرف في كذا تطبيق يعمل لك تشيك للريستارت، لكن تشيك الريستارت بالتطبيقات الاخرى تطلع لك مجموعه نتائج متعدده. يعني مثلا الريستارت لما نتحلله حيكون من بعد كلمه بنك سترينج، بنك سترينج بعدها حينطيك سبب الريستارت اللي موجود. اغلبيه الفنيين الان يعرف رساله الريستارت هي تدخل بالاعدادات الخاصه بالهاتف، بعدها تتوجه للخصوصيه، وبعد الخصوصيه حتلقي بنك فول، والبنك فول فيه داتا اللي هو التاريخ اللي عمل به الجهاز ريستارت، وبعدها حتلقي بعدها بنك سترينج، والبنك سترينج بعد كتابه عبارات تنطيك الرساله الخاصه بالريستارت، رساله رئيسيه، وبعد الرساله الرئيسيه حيبتدي يشرح لك تفاصيل هاي الرساله حتى يوصلك للهدف اللي انت حتبحث عن العطل فيه. اغلب التطبيقات تبدي تاخذ المين سترينج فقط، يعني تاخذ العباره الرئيسيه فقط وما تدقق بالعباره اللي بعد المين سترينج. يعني على سبيل المثال الواتش دوغ، ما تلاحظ الواتش دوغ رساله متكرره كل 3 دقائق اعمل الجهاز ريستارت، احيانا الواتش دوغ يخرج الايرور من فلاته الشحن، احيانا يخرج الايرور او سبب الريستارت من فلاته الباور،
احيانا بالبطارية، احيانا يتعدى ذلك تلاحظه يكون بالبورد نفسه. فاحنا دائما لما نستخدم الأداة حنحلل الايرور بما معده ما بعد الواتش دوك. احيانا بعد الواتش دوك يكتب لي بي ار اس. البي ار اس احنا كل احنا عارفينه، وممكن بعض الشباب ما عارفينه، هو خاص بالسنسر اللي موجود على فلاتة الشحن اللي هو خاص بالبريشر. فهذا السنسر يعمل ريستارت، ويكون سببها انه انت تستبدل فلاتة الشحن ينحل العطل عندك. فطالما ما بعد الرسالة الرئيسية يظهر لي تفاصيل بي ار اس مثلا بالرسالة، فاحنا بالأداة حنظهر لك فلاتة شحن، ما نظهر لك فلاتة باور مع الريستارت. هذا كمثال. مثلا بعض الأحيان يجيك ريستارت وداخل الرسالة مع البنك فول واتش دوغ، وما بعد الواتش دوغ تلاقي مايك 2. طالما أعطاني مايك 2 نعرف أنه المايك 2 موجود على فلاتة الباور العليا، فما تمام. أحتاج أنطيك من ضمن الخيارات فلاتة شحن، فقط حاعطيك فلاتة باور مثل ما يحصل بالآيفون 11. فتلاحظ الأداة تعطيك فقط فلاتة الباور. طيب احنا راح ناخذ الريستارت او ملف الريستارت البنك فول، حنعتمد على ثريو تولز. نفتح ثريو تولز حنشوفها عملي بعد شويه، وناخذ ملف الريستارت من عنده ونسيبه على شكل نيو تكست دوكيومنت على سطح المكتب او باي خانه من الخانات انت تختارها. وبعدها حتختار ملف ريستارت داخل الاداه ريستارت بهالطريقه، وتختار الملف اللي انت اختاريته. وين خليت الملف؟ يعني كأن يكون خليته بالديسكتوب، خليته بالسي بالدي بالاف، وين ما كان خليت الملف تختار الملف. وبعدها بعد ما تختار الملف انت بهالطريقه تعمل لقيت ايرور، حيطلع لك مثلا هذا على سبيل المثال جهاز اكس ار عامل ريستارت. عدنا الملف مال الريستارت مالته باستخدام الثريو تولز، سيبنا الملف، حددنا سيلكت دايجونيسيس فايل، بعدها عملنا جيت ايرور فاعطاني اي تو سي اس ام سي. انا لما يعطيني على سبيل المثال هذا الايرور ما ابتدي اصلح بورد. ليش؟ لانه اي تو سي اس ام سي افكر وين مربوط. حتلقي اولا مربوط بخطوط البطاريه. طيب اذا البطاريه من ضمن مسببات العطل، فحتستبدل بطاريه. كثير يجيك اجهزه 13 برو ماكس بنفس هذا الايرور، راح تلاحظها كثير. عطل شائع يجيك بال 13 برو ماكس، يعمل ريستارت كل 3 دقائق، تاخذ الملف تخليه بالاداه يعطيك اي تو سي اس ام سي، ويكون عطله بطاريه، لانه نعرف فلات البطاريه اللي موجود بال 13 برو ماكس رديء الصناعه، فيسبب مشكله بخطوط الاي تو سي اللي موجوده على البطاريه، فتلقي الجهاز يعمل ريستارت كل 3 دقائق. فلما يجينا اي تو سي اس ام سي ريستارت، انا ابتدي بالفلاتات اللي مربوطه على خطوط الاي تو سي قبل ما اتوجه للبورد. اذا لقيت مثلا بطاريه موجوده على الخط، فابتدي استبدل البطاريه، اشوف وين مربوطه باي فلات. بعد ما تاكدت من الفلاتات، لو العطل اجتاز مرحله الفلاتات، حتستخدم خانه الاي تو سي حتى تشيك على اي تو سي اس ام سي، وتحدد الاي سي اللي مسبب لك العطل، تحدد الاي سي اللي مسبب لك عطل الريستارت. طيب هاي بالنسبه للريستارت، بالنسبه لعطل الريستارت اللي موجود بالجهاز. طيب كتعريف بعدها خطوط الاي تو سي. الاي تو سي حنستخدمه بالاجهزه اللي متوقفه على اللوجو. طيب للاجهزه اللي متوقفه على اللوجو، يعني كأن يكون جهاز متوقف على اللوجو ويسحب لوب، فاللوب غالبا لو ارام لو اي تو سي، حتشيك خطوط الاي تو سي باستخدام الاداه. لما جهاز مباشره يسحب عندي على الباور سبلاي كارنت لوب، يعني يسحب سحبه ضعيفه بعدها سحبه عاليه بعدها يرجع للصفر،
وهكذا يستمر، سحبة ضعيفة سحبة عالية بعدها يرجع للصفر، هذا نسميه كارنت لوب. كارنت لوب يشترك به العطل بين الاي تو سي وبين الرام، فعندك تشيك للاي تو سي باستخدام الأداة. نستخدم ايضا هذا الخيار لجميع الاي سيات المتصله بخطوط الاي تو سي. احنا الاغلبيه يتوقع انه فحص الاي تو سي هو فقط للاجهزه الطافيه، وهذا الكلام مو صحيح. الاي تو سي انت تقدر تشيك به مجموعه اعطال مهمه، يعني تقدر تشيك به الاجهزه الطافيه، تقدر تشيك به الشحن، يعني مثلا كان يكون يجيك جهاز بمشكله شحن، والشحن تري تعرف المشكلة الخاصة بيك هو من الهايدرا أو التاجرس، فتعمل على خط الاي تو سي توصل كلوك وداتا على المتصل بالهايدرا، وتعمل تشيك للهايدرا، تقدر توصل كلوك وداتا على الخطوط الاي تو سي اللي متصلة بالتاجرس وتعمل تشيك للتاجرس. ايضا بالاضاءة بالباك لايت، يعني يكون يجيك اي سي بي اكثر من باك لايت وتريد تعرف المسبب للعطل، باك لايت واحد او باك لايت ثاني، غالبا ما يكونون مثلا ماخذين اي تو سي، فتعمل تشيك ايضا باستخدام دائره البيانات، تقدر تتاكد من اي سي بيانات ايضا باستخدام الاي تو سي. اللمس، اي سي لمس، تقدر تتاكد من الصوت، يعني عطل مشهور يجينا بال 12 وال 12 برو ماكس، عطل صوت تريد تتعرف هل السبيكر العلوي هو مطفي صوت كامل، ام السبيكر السفلي مطفي صوت كامل، أم الكودك نفسه هو اللي مطفي له صوت بشكل كامل. لأنه نعرف إحنا لما يجينا جهاز فيه صوت كامل طافي، قد يكون أحد السبيكرات الأمبليفايرات هو مسبب لي عطل الصوت كامل، قد يكون الكودك. فهنا ممكن نعمل تشيك بواسطة الآي تو سي على السبيكرات وعلى الكودك، ونشوف منو الآي سي اللي يعطيني نتوركينج غير شغال، نروح نتعامل معاه بشكل مباشر. الفيس آي دي أيضا، كاميرا الفيس اي دي، البروجيكتر، اغلبها ماخذه خطوط اي تو سي، ممكن نعمل عليها تشيك باستخدام خطوط الاي تو سي. البصمه ايضا ممكن نعمل عليها تشيك باستخدام خطوط الاي تو سي. طيب الخانه الاخيره اللي هي خانه الار اف اف اي، اللي هي خانه الراديو فريكونسي فرونت اند. خانه الراديو فريكونسي هنستخدمها لمنطقه معينه من الشبكه وليس لكل مناطق الشبكة، هنستخدمها للمنطقة الأمامية من الشبكة. يعني معنى كلامي أنه أنت لما تيجي تستخدم هذا الخيار لازم تكون متأكد أنه المودم فيرموير موجود بالإعدادات، إصدار المودم ظاهر، ولو كان إصدار المودم ظاهر بدأ الباس باند يعمل، ولما يبدأ الباس باند يعمل حيبتدي يعمل كنترول على الـ RFFE، هاي بحالة الكوالكوم. أما لما نتكلم على معالجات إنتل، فالانتل تسلسل وسيكونس الشبكه حيختلف، فالار اف اف اي حيتحكم بيها ويعمل عليها كنترول هو الاكس سي في ار او اي سي ترانسيفر، لانه بالانتل منطقه الكنترول على الار اف اف اي هي من الترانسيفر. لذلك لما تفتح مخطط انتل حتلقي الار اف اف اي متصله بالترانسيفرات، لانه الترانسيفرات هي اللي مسؤوله عن كنترول. اما لما تفتح كواليكوم حتلقى ار اف اف اي متصله بالبيس باند، لانه البيس باند هو منطقه الكنترول بالنسبه للار اف اف اي. طيب المنطقه الاماميه حتى تفحصها لازم تتاكد انه فولت ال 1.8 اي او سليم، لانه هو هذا الفولت اللي حيرفع لك خطوط الار اف اف اي للهاي. احنا شفنا باول اللايف انه في داتا وفي كلوك، والداتا والكلوك ترفع هاي ترجع له. الهاي اتفقنا انه 1.8 بالعشره. ال 1.8 بالعشره اللي موجوده على ار اف اف اي اللي يرفعها للهاي هو ال 1.8 اي او. طيب لازم اتاكد منه، لو حصل مشكله بال 1.8 اي او حتلقوا كل الباور امبليفايرات اللي هي تغذيتها 1.8 اي او كلها نتوركينج، لانه ما حصلت على التغذيه اللي تجعلها بمرحله الهاي وبالتالي كلها توقفت. فهذا من ضمن العلاقات المشتركة المهمة بالنسبة للآر اف اف اي. لازم اشيك على خطوط الآر اف اف اي كداتا وكلوك ما بيهم شورت. لو حصل مشكلة انه شورت بحد خطوط الداتا او الكلوك اللي تابعة للآر اف اف اي، ايضا ما راح يحصل ديكودينج للآر اف اف اي. لازم اتاكد من الاي تي اللي هو اي سي باور مضاعفات طاقة،
الانفلوب ترانكينج. الاي تي هو الانفلوب ترانكينج، هو اي سي باور اضافي، وظيفته انه يغذي مضاعفات الطاقه لحظه الاتصال. لحظه الاتصال يبدي يغذي مضاعفات الطاقه بفيربل فولتج، فولتج متغير، فولت متغير. هذه الخطوط، هذه الخطوط اللي هي 1.8 اي او ار اف اف اي اي تي، اذا حصل بيها مشكله بالخطوط نفسها حتعمل لك نتورك لجميع المضاعفات الطاقه اللي متصله بالار اف اف اي. يعني لما انت تعمل تيست بالاداه لخط ار اف اف اي مثلا واحد، وتلقى كل الباورات اللي على الخط نتوركينج تتجه لهذه الخطوط، تتجه لل 1.8 قيسه، تفحص ار اف اف اي بيها شورت او لا، تفحص اي تي مغذي بشكل صحيح. طيب لحد الان ممكن نتوقف حتى نشوف اذا في اسئله قبل ما نتجه للخطوه اللي بعدها. طيب هو في حد بيسأل سؤال بيقول إذا ممكن طريقة ربط الأسلاك بشكل واضح وتجربة فحص الجهاز إكس وفوق يفضل لخطوط الـ RFFE. اوكي أعتقد إن هيبقى موجود في الشكل العملي إن شاء الله. شادي سعيد هو صاحب فكرة الصراحة، يعني هو اللي ربطني مع باشمهندس أحمد وصاحب فكرة اللايف ده أساسا، فكل الشكر ليه، يعني بنشكره ومبسوطين. طيب في حد عنده سؤال تاني يا جماعه؟ يعني احنا كده بالنسبه لخطوط الار اف اف اي هنحتاج لمراجعه التغذيات، عشان لو التغذيات دي فيها مشكله ففي الطبيعي ان هو هيقول لي نوت ورك او نوت فاوند بالنسبه للمضاعفات اللي انا واقف بشتغل عليها، صح كده؟ ده اللي انا فهمته. صحيح. طيب بالنسبة للرابط حنشوفه إن شاء الله هسه بشكل عملي، حنوضحه على شكل صور أيضا قبل ما نشتغله عملي. وهو الرابط بسيط جدا، يعني ما يحتاج، مجرد 3 خطوط حتوصلهم، أرضي وكليك وداتا فقط. طيب في حد بيقول لك ما هي طريقة فحص خطوط الاي تو سي وهو طافي؟ يعني الجهاز ما بيفتحش واحنا عايزين نفحص خطوط الاي تو سي. الجهاز ما يفتح يعني معناها الجهاز فاصل حاصل. باور يقصد. الجهاز لو طافي عندك يعني على حسب سحبة الباور سبلاي. احنا قبل ما نفحص اي تو سي حنشيك بوت الجهاز، يعني حنشيك الجهاز قرا بوت او لا. احنا عندنا تيستين نعملهم قبل لا نعمل تيست للاي تو سي. التيست الاول هو فورس دي اف يو، يعني الجهاز دخله دي اف يو حتى نتاكد من انه المعالج قلع او لا. الجهاز لو دخل فورس دي اف يو بعدها نتاكد بوت الجهاز قرا بوت. لو قرا بوت اخذ البوت كوبي وخليه بالاداه، حيوجهني الاداه لمنطقه معينه، كان يوجهني رام او اي تو سي. لو وجهني اي تو سي الاداه عن طريق البوت، اذا بهاي الحاله انا افحص اي تو سي. طيب لو الجهاز ما قرا بوت، جهاز ما دخل دي اف يو فورس، فاذا انا بهاي الحاله لو فحصت اي تو سي يكون اني ما فاهم سيكونس الباور، يكون اني دا افحص بمنطقه هي ما بها عطل، لانه ما يسبق الاي تو سي يجب ان تفحصه، ما يسبق المعالج يجب ان تفحصه، لانه المعالج ما دخل لي جهاز دي اف يو فورس، المعالج ما قرا لي بوت، فاذا اكيد الاي تو سي ماكو داعي افحصه. اذا اشيك مخارج باور، اشيك شورت على مخارج باور، اشيك كويلات اللي مرتبطه بين الباور والمعالج ممكن يكون هي مسببه لي المشكله. فالاي تو سي اشيكها بحاله، الحاله انه اولا الجهاز يقرا بوت والبوت اخذه ولصقه والاداه توجهني اي تو سي ويتحدد العطل اي تو سي، ابدا استخدم الاداه حتى اشيك اي تو سي. تمام. في حد بيقول لنا هل هو بيقول لك استاذ يتاثر بالنويز الاس دي اي والاس سي ال كي بيتاثر بالنويز؟ انا مش فاهم السؤال بالظبط لانه جزء انجليزي وجزء صحيح. بالعربي. هو لو الار اف اف اي الار اف اف اي الار اف اف اي من الخطوط اللي تمشي بيها داتا ذات تردد عالي، يعني ترددات الباور امبليفايرات في منها ترددات توصل فوق ال 50 ميجا بايت، يعني العفو ميجا هرتز، في ترددات توصل فوق ال 50 ميجا هرتز. لذلك هذا التردد اللي تشوفه انت راح تعمل ديكودينج
لخطوط تنقل داتا بترددات عالية، حنتكلم عليها الآن. أنت لما تجي للـ RFFE أو حتى الـ I2C لازم تختار أعلى رينج بالنسبة للسامبل بير سكند. يعني مثلا لللوجيك أنالايزر اللي ده نستخدمه مع الأداة، حتلاقي أعلى شي بي هو 100. لما تيجي على الستاندر الخاص بيك حتلقي 16. يعني أول ما تفتح لوجيك أنالايزر تلقي الإعدادات مضبوطة هنا 16، اللي هي 16 ميجا سامبل بير سكند، فأنت حتغيرها لل100 ميجا سامبل بير سكند. هاي أول خيار. يعني لو أنت خليتها على 16 ميجا سامبل بير سكند حيحدث عندك مشكلة. أغلب خطوط الباور أمبليفايرات، أغلب خطوط مضاعفات الطاقة ما حتقرأ عندك، ما حترسل داتا، لأنه الداتا حترسل بتردد عالي. لازم أنت تبدي تعلي السامبل الخاص بالأداة حتى يبتدي يشوف الداتا اللي ترسلها مضاعفات الطاقة، واللي تتكلم مع البيس باند أو تتكلم مع الترانسيفر، وهذا مهم جدا كبداية. طيب الاوبشن الثاني ال 1.8، طالما مثلا خطوط الار اف في 1.8 ما ينفع تضبطه على 5 مثلا، هو بالستاندر حيجيك 1.8 فما يحتاج تغيره. طيب بعدها حتختار شانلين، شانل للكلوك وشانل للداتا، اللي هو مثلا شانل 0 تعرفه كلوك، شانل 1 داتا، او بالعكس. معلش ما هنا بس ثانية، هو أنت كنت قايل لنا إن في الموديلات الحديثة بروتوكولات اي تو سي بتتعامل بواحد واثنين، هل احنا هنقدر نتعامل عليها هنا؟ البروتوكولات اللي تتعامل مع 1.2 بالموديلات اللي هي 12 فما فوق، فأكيد حيتغير ضبط الفولت بالنسبة لك. الآن أنت حتتكلم مثلا على ار اف اف اي، جميع الار اف اف اي 1.8. تتكلم عن اي تو سي، لازم نركز على اي تو سي، هل هو الفولت الخاص به هو 1.8 أم 1.2. تمام، تفضل. طيب اللي بعده بالنسبة للربط، الربط سهل جدا. عندك لوجيك أنالايزر، اللوجيك أنالايزر حتوصله بكيبل يو اس بي بالحاسوب، وحتوصله بثلاث خطوط. احنا مختارين لك كستاندر، انت ممكن تغير، طبعا ممكن تغير. يعني احنا كستاندر بنتكلم وياك انه شانل 0 ربطه على الكلوك، شانل 1 ربطه على الداتا، والارضي ربطه على ارض البورد فقط. هذا هو الربط بالنسبة للتوصيل. يعني عندك التوصيل سهل جدا، ثلاث خطوط من اللوجيك انالايزر حتتوصل على ثلاث خطوط بالبورد، ارضي سهل وكلوك وداتا. حتشوف الاداه نفسها هي موضحه لك اياها. يعني لما تدخل على ار اف اف اي مثلا بهذه الطريقه، تختار اي موديل، اي موديل مثلا على سبيل المثال 12 برو ماكس، هذا 12 برو ماكس، حينطيك اهم خطوط الار اف اف اي، ار اف اف اي 1، ار اف اف اي 5، ار اف اف اي 3. كل خط من خطوط الـ RFFE حيقول لك متصل بـ AIC. يعني مثلا RFFE 1 متصل بالـ Quiet Envelope Tracking Power، يعني هذا متصل بـ IC Power مضاعفات الطاقة، متصل بالـ LNB، متصل بالـ High Band، متصل بالـ Cabler. الـ RFFE 5 متصل بالـ 5G Upper، ومتصل بالدي اس ام لور باند، وبالام اي ام او، ومتصل بالدي اس ام هاي باند، ومتصل بالدي اس ام الترا هاي باند. الار اف اف اي 3 راح يقول لك متصل بهذه المضاعفات، وكل واحد من المضاعفات الطاقه حتلقى اسفل الادريس الخاص به مفصلينها بشكل كامل. يعني الار اف اف اي 1 متصل بهذا الاي سي والادريس مالته 0.4، هذا متصل بهذا الاي سي والادريس مالته 0.5، هذا متصل بالهاي باند والادريس مالته هو 03، كابلر والادريس مالته 08. طيب احنا باستخدام الار اف اف اي انا ما راح اخليك ترجع للمخطط بشكل نهائي. اولا حتحتاج مكانات اللحام على الباور، صح؟ على المذر بورد تحتاج مكانات اللحام. هنا راسم لك صوره للكاميرا، ممكن تضغط عليها حيطلع لك مكانات الداتا والكلوك على المذر بورد بهذه الطريقه. لاحظ طلعت لك صورة توضح لك وين تلحم الداتا والكلوك قبل ما تفصل الطبقات، قبل ما تفصل الطبقات، لأنه إحنا بتحديد أعطال الشبكة
دائما بنحدد اعطال الشبكه قبل ما نفصل الطبقه، واحنا فاصلين الطبقه نعرف وين راح نتجه، لاي منطقه، لاي اي سي، ونستبدله. فراسم لك الكلوك والداتا قبل ما تفصل الطبقات. ممكن توصل الكلوك، يعني ممكن توصل شانل 0 بهاي النقطه وتوصل شانل 1 بهاي النقطه. طيب هاي بالنسبه للار اف اف اي 1. لو تريد ار اف اف اي 2، نراسم لك سهم تقلب بالصور، فحتلقى ار اف اف اي 3 موجود عند الكلوك على هاي نقطه الاختبار، وموجود عند الداتا على هاي نقطه الاختبار. حاله التشيك ار اف اف اي 3، فحتلحم الكلوك بهاي النقطه، حتلحم الداتا بهاي النقطه. طيب لو تشيك الار اف اف اي الاخرى، تضغط على السهم بهالطريقه، فحيقول لك الار اف اف اي 5 وين موجوده المكانات الخاصه بيها، هاي الداتا وهاي الكلوك. طيب احنا نعرف انه بعد ما نشيك حيخرج عندنا واحد من مضاعفات الطاقه نتوركينج. فلما يخرج لي مثلا الهاي باند او الكابلر او اي اي سي من الاي سيات، اكيد انت راح تحتاج موقع هذا الاي سي على البورد. فانا ضايف لك صوره تشريحيه بالنسبه للمضاعفات، يعني ممكن تضغط عليها حتلقي صوره تشريحيه بالنسبه لدائره الشبكه، قايل لك هذا 2 جي لور، وهذا الام اي ام او لو، وهذا ال ام بي، وهذا الهاي باند، وهذا الاس دي ار، وهذا الكابلر ابر، وهكذا بالنسبه للبقيه. فظاهر لك صوره تشريحيه لكل الاجهزه بالنسبه لدائره الشبكه، بحيث بعد ما يطلع لك اي اي سي من الاي سيات نوت وركينج، مثلا طلع لك الترا هاي باند نوت وركينج، فراح تفتح الصوره التشريحيه وتشوف انه الالترا هاي باند موجود بهذا المكان بالطبقه العليا، فراح تتجه للطبقه العليا بشكل مباشر وتبدله بدون اللجوء للمخطط. فاذا بالبيكتشر والصور حتلقي بيها مكانات اللحام، حتلقي بيها ايضا تشريح بالنسبه للاي سيات اللي موجوده على المذر بورد، حتى ما تحتاج تستخدم المخطط في حاله الار اف اف اي. طيب ناخد أسئلة هذه تاني، بالنسبه، نعم ناخد أسئلة تاني ولا عايز تكمل؟ اوكي، اي سؤال عادي، اي احد عنده سؤال. طيب بالنسبة للكرنت ريستارت، الأجهزة اللي ما بتدعمش بيربل مود، نقدر نفحص بالأداة إذا كان العطل، يعني لو الجهاز ما بيدعمش بيربل مود نقدر نفحص الكرنت ريستارت بالأداة دي؟ اكيد هو انت الكرنت لوب، يقصد بيه كرنت لوب. الكرنت لوب انت عندك العطل غالبا يكون محصور رام اي تو سي، رام اي تو سي. طيب انت اولا حتشوف اللوب مالتك، احنا نعرف انه اللوب حيظهر تفاحه، بعض الاحيان تظهر التفاحه بشكل طويل، بعضها تظهر بشكل سريع. نعرف احنا باقلاع الاي تو سي بعض خطوط الاي تو سي حتخلي لي الجهاز يقلع ويظهر لوجو لفتره قصيره، وبعض خطوط الاي تو سي تخلي لي الجهاز يقلع لفتره طويله. فلو اللوجو طويل حتتوجه لخطوط الاي تو سي اللي يسبب لوجو طويل، ولو اللوجو قصير حتتجه للاي تو سي اللي يسبب لوجو قصير، وبتكون توفرت وقت ما فحصت كل خطوط الاي تو سي. طيب السلام عليكم منورين. السؤال الأستاذ أحمد، في حالة الجهاز فاصل باور بسبب الناند، الجهاز أو الأي ريبيل، هل أداة تخدمنا في مرحلة البوت وتعطيني عطل الناند بدون رفع، بدون رفع ما يتعرف وما بيتعرفش على كابل الدي اس دي؟ هو الناند احيانا يسبب عطل، والجهاز ينطي بوت. مثلا عندنا بوت مشهور الان حكتبه وياكم، اللي هو البوت اللي خاص بال اي ان اس 2، الاغلبيه ظني عرفه الاي ان اس 2 ناند، شوفه بالبوت هو ناند، هذا واحد من الايرورات اللي تظهر بالناند هي اي ان اس 2، هذا يقلع بوت. هذا معناه الناند بهاي المرحله ما مطفي اللي قبله، يعني القبله ما طافي، كان يكون مشكله بقطاع البي سي اي بس بالناند.
إذا حصل مشكلة بالبي سي آي إي بالنات حيظهر لك إيرور على الآيبوت أي أن أس 2. إذا أخذت الكتابة كلها كوبي خليتها بالأداة حيعطيك نات. هذا إحنا نسميه إيرور صريح سهل تتعامل وياه تعرفه نات. أحيانا يجي النات مشكلته إنه مطفي اللي قبله، يعني عامل مشكلة بالجهاز ومطفي سي بي يو. لما يطفي سي بي يو حتلقي الجهاز ما يقرا بوت، والسبب الناند، لانه الناند صايره بمشكله مطفي سي بي يو، مطفي كل اللي قبله، مطفي اللي قبله رام ومطفي سي بي يو. هاي المرحله حتى تتاكد من العطل ما ينفع عندك البوت، لانه البوت ما يقرا. طيب الجهاز يدخل فورس دي اف يو، تلقي الجهاز احيانا يدخل فورس دي اف يو، الجهاز يتعرف على الحاسبه، الجهاز ما يتعرف على الحاسبه، جهاز يدخل ريكفري، جهاز ما يدخل ريكفري. لو هاي الحالات كلها حصلت عندك حترفع ناند، الجهاز بعدها تعرفه حاسبة تلقيه دخل دي اف يو طبيعي، واخذ سوفت وير وفصل من 19. نعم 100% ناند عندك في هاي المرحلة. خلاص فمظاهر العطل الناند لما يطفي سي بي يو، اولا حتلقي الجهاز ما يتعرف حاسبة غالبا، فورس دي اف يو تدخله لانه هو ما يتعرف على الحاسبه ما يقرا دي اف يو، لكن هو سحبته تكون سحبه دي اف يو، الجهاز سحبته على الباور سبلاي سحبه دي اف يو، لكن الجهاز ما يتعرف على الحاسبه، ما يظهر لك دي اف يو على الحاسبه. بهاي المرحله تتاكد انه الجهاز ده يقلع سي بي يو، لكن الناند مطفي سي بي يو، ترفع ناند يبدي يتعرف على الحاسبه دي اف يو. طيب واضح. حد بيقول كم الحد الأقصى لقياس الميجا هيرتز لللوجيك أنالايزر؟ لوجيك انالايزر 100 ميجا هرتز، احنا نعرف ال 100 ميجا هرتز هي كافيه للاي تو سي والار اف اف اي، لانه الار اف اف اي كمضاعف طاقه اقصى مضاعف طاقه خاص بها هو 68 ميجا هرتز، فال 100 ميجا هرتز هي كافية جدا. صديقنا مشري الطيب عمار من الجزائر بيقول لك ان بروتوكول الاي ان اس 2 ده بروتوكول تخاطب بين الناند والسي بي يو. البي سي اي الاي ان اس 2 الاي ان اس 2 الاي ان اس 2 الاي ان اس 2 صحيح، هو الاي ان اس 2 غالب اعطال الذاكره تظهر لك 190 اي بوت بانك او تظهر لك اي ان اس 2، هاي اغلب الاي بوت بانك لما يكون مشكله الذاكره، مشكله الجهاز ذاكره. دي بيقول لنا البرنامج هو افضل برنامج لصيانه الاجهزه بواسطه الحاسوب وسهل جدا في الاستخدام بالنسبه للبرامج الاخرى، وهذه الاداه سوف يكون لها في السنوات القادمة تطوير عليها لتكون الأداة الأولى في الوطن العربي والعالم لسهولة الاستخدام والفحص بواسطة. تسلم شادي على كلامك الجميل. كمل يا الله هندسة، يسلمك. اتفضل. نوقف أسئلة تمام شوية، نكمل الباشمهندس أحمد يكمل وهناخد فترة تانية للأسئلة. تمام الآن أنا تكلمت على طريقة الرابط بالنسبة للآر اف اف اي، فحتكون سهلة جدا، لأنه أنت حتربط كلكو داتا، الأداة موفرت لك صور، والصور موجودة مثل ما شفناها بالبيكتشر، يعني لما تختار اي موديل من موديلات الجهاز حتلقي بيكتشر، تضغط بهالطريقه على البيكتشر حيعطيك وين تربط الداتا وين تربط الكلوك، وايضا حيوفر لك مثل ما ذكرنا هي بالنسبه للتخطيط، تخطيط دايجرام بالنسبه للباور امبليفايرات اللي موجوده بالجهاز، بحاله ظهر عندك اي واحد منهم نتورك راح تتجه الى بشكل مباشر وتستبدله. فعمليه الربط اصبحت سهله جدا. كذلك بالنسبه للاي تو سي، الاي تو سي طريقه الرابط خاصه بها هي مثل طريقه ربط الار اف اف اي، ما تختلف عنها بشيء. فحتلقي اللوجيك انالايزر توصله يو اس بي بالحاسبه، شانل زيرو كافتراض احنا افترضناه على الكلوك، والشانل واحد على الداتا، وجي ان دي حتوصله على الجي ان دي بمعنى الارضي على الارضي فقط. طيب الاي تو سي اسهل من الار اف اف اي، لانه الداتا الخاصه بها حتظهر اول ما تبدي تشغل الجهاز باور، حيبتدي يقلع الاي تو سي باعتبار منظومه الباور حتقلع قبل الشبكه. اما لما تتكلم عن ار اف اف اي، ف
فمنظومة الشبكة حتقلع بعد فترة زمنية. لذلك لما أنت تعمل ديكودك للآر اف اف اي لازم تنتظر وقت أطول مما تعمل ديكودك للآي تو سي، لأنه الآر اف اف اي بعد ما تبدي تضغط على مفتاح الباور وتشغل الجهاز باور حيحتاج وقت الجهاز حتى يقلع اي سي باور، يقلع معالج، يقلع ناند، يقلع رام، يقلع اي تو سي، بعدها حتقلع المنطقه الخلفيه بالنسبه للشبكه اللي هي باور بيس باند، كريستاله، ترانسيفر وبيس باند، وبعدها حتقلع المنطقه الاماميه. فهذا كله حياخذ وقت. بالضبط الداتا حتظهر على ار اف اف اي بعد ما الجهاز يطلع التطبيقات، يعني ال RFFE حتظهر بيها داتا بعد ما الجهاز يظهر لك التطبيقات، يطلع التطبيقات تبدأ الداتا تظهر على ال RFFE. بعد ما تاخذ RFFE ال RFFE تحتاج وقت، الوقت قد يصل الى دقيقتين او 3 دقائق حتى تاخذ داتا كامله بالنسبه للاي سي. اما بالنسبه للاي تو سي مجرد ما تضغط على ستارت وتبدا تشغل الجهاز باور فحتبدي تاخذ الاي تو سي بشكل مباشر، لذلك الداتا بالاي تو سي ما تستغرق اكثر من نص دقيقه حتى تاخذ داتا للاي تو سي وحتى تعمل لها ديكودنج بالنسبه للوجيك انلايزر. طيب هذا بالنسبه للخيار احنا حنضيفه، خيار حنضيفه مستقبلا يعني خلال اسبوع ان شاء الله يكون جاهز، اللي هو خيار الكلوك اللي راح نقيس بيه كل كريستالات الجهاز، سواء كريستالة شبكة، كريستالة باور، أو كريستالة المعالج. ننطيك نقاط اختبار بنفس الصور اللي شفتها بالـ RFFE، توصل عليها فقط شانل واحد، شانل زيرو، والأرضي مع الأرضي، وحينطيك قيمة التردد مثل ما نعرف مثلا كريستالة الباور 32 كيلو هرتز، كريستالة معالج 26 ميجا هرتز، وكريستالة شبكة، كلهم حنقيس بخيار اوبشن احنا الان ما ضفناه للاداه. طيب احيانا يحصل عند المستخدمين للاداه مشاكل بالتوصيل، اسباب المشاكل الان حنتكلم عليها. اهم سبب لمشاكل التوصيل هو توصيل الكيبل. احنا نعرف الحاسبات مدعومه باثنين يو اس بي، يو اس بي 2 يو اس بي 3. اليو اس بي 2 قد تصل الى 400 ميجا بايت نقل البيانات، اما اليو اس بي 3 تفوق ال 800 ميجا بايت. فعمليه نقل الداتا هي تحتاج الى سرعه، خصوصا لما نتكلم على ار اف اف اي. ار اف اف اي نقل البيانات تردد عالي، فدائما لازم تكون موصل اللوجيك انالايزر بيو اس بي 3. يو اس بي 3 اغلب الاجهزه والحاسوب الجديده تدعم يو اس بي 3. حتى تميز اليو اس بي 3 عن يو اس بي 2 تلاحظ من الداخل هذا لونه اسود وهذا من الداخل لونه ازرق. اليو اس بي 3 لو كانت حاسوبه قديم وما يدعم يو اس بي 3 يدعم فقط يو اس بي 2 ما راح يسبب لك مشاكل بعمليه التوصيل بالنسبه للار اف اف اي، فحتستعين بادابتر اكسترنال، ادابتر خارجي حيحول لك اليو اس بي 2 ليو اس بي 3 وتوصل بيه اللوجيك انالايزر. هاي بحالة عندك مشاكل بالتوصيل أو ما يقرأ عندك داتا بشكل سليم. طيب عندنا مجموعة من المصطلحات مهمة راح تظهر عندك وانت تعمل ديكودينج، مثل الـ SSC Sequence Start Condition، مثل الـ SA اللي هو الـ Slave Address، مثل الـ B اللي هو الـ Parity، مثل الـ BP اللي هو الـ Bus Back، ال LB low band، HB high band، ال UHB ultra high band، وغيرها من المصطلحات RFFE و ERW extended register write، ERR اللي هي extended register read، ال A address هتظهر عندنا ACK معناها acknowledgement، يعني معناها الـ IC لما في أما ACK معناها حصل عملية استجابة acknowledgement، لما ألقي IC أما not acknowledgement ما حصل به استجابة. BW parity warning، RR اللي هي register read، بعض الأحيان ألقي RW اللي هي register write. طيب
هاي بالنسبة لمجموعة من مضاعفات الطاقة واختصاراتها من الأجهزة الحديثة اللي شاهدناها وإحنا نشيك بالآر إف إف إي، هاي الاختصارات الخاصة بها. طيب لحد الآن ممكن ناخذ أسئلة، ممكن نشوف أي واحد عنده سؤال استفسار. طيب أي حد عنده سؤال معانا دقيقتين كده. في حد كان بيقول أستاذ أحمد نقدر نحدد الإبروم البيس باند مستبدل أو لا باللوجيك أنالايزر أو البروكسيميتي؟ إذا كان مستبدل في الفيس أي دي نقدر نستخدمه بدل الأوسيلوسكوب؟ لا، هو اللوجيك اناليزر غالبا حيستخدم انه الاي سي يقول لك هذا الاي سي شغال او لا. يعني الاي سي مثلا لما تشيك على ايبروم خطوط اي تو سي هيقول لك هذا الاي سي عمل اكنولجمنت لو ما عمل اكنولجمنت. فلو كان الاي سي نفسه شغال هيقول لك عمل اكنولجمنت حتى لو كان مستبدل، لانه الاي سي شغال لكن الاي سي داخليا مشفر وما توافق مع المنظومة الخاصة بالبيس باند فما راح يقول لك اللوجيك انالايزر. انت هنا تحتاج تفحص خطوط تواصل ايبروم مع بيس باند، تحتاج تفحص خطوط تواصل بيس باند مع معالج بالخطوط بي سي اي اي حتى تشيك انه هل البيس باند متغير او الايبروم متغير. وفي سيكونس، لو مشيت على سيكونس الدائرة الخلفية مال الشبكة بشكل صحيح خطوة خطوة حتعرف 100% انه احد القطع المشفرة بيس باند او ايبروم هو مستبدل اذا مشيت بالسيكونس بشكل صحيح. طيب هو مفيش أسئلة، اتفضل كمل الباشمهندس. تمام. الان احنا ممكن نعمل عملي، نشوف مثلا اولا بوربل مود باعتبار هاي الاضافه الاخيره بالنسبه للاداه، حتى نستخدم بوربل مود. مثلا الان حطبق على ايفون اكس، الايفون اكس حندخل كبدايه دي اف يو. يعني اولا لازم ندخل جهاز دي اف يو، وندخل الجهاز بعدها بوربل مود حتى نبدا نشيك باستخدام خاصيه كول تيرم. هو النت شكله فيه مشكلة عندي. أنا الصوت طالع عندي يا أستاذ مكرم؟ طالع عادي. الآن الجهاز دخل بوربل، راح تستخدم أحد مبرمجات الذاكرة حتى تدخله لوضع، العفو، دخل دي اف يو، فحنستخدم أحد مبرمجات الذاكرة حتى الجهاز من خلاله حيدخل لوضع البوربل. طيب مثلا حستخدم اي ريبير، اي مبرمجه تدخلك بوربل مود انت ممكن تستخدمها، مو شرط يكون اي ريبير، يعني اي مبرمجه انت ممكن تستعين بها وتدخل الجهاز لوضع البوربل مود. طيب الآن الجهاز تعرف عندي بوضع البوربل مود، بعد ما أحتاج إلى أي ريبير فقط دخلت الجهاز ونقلت لمرحلة البوربل مود. طيب هاي كل هالبرامج ما أحتاجها، بس ألغيها. بس ملحوظة صغيرة، لازم نسكر تطبيق الاي ريبير لأنه أخذ المنفذ، لازم نغلق تطبيق الاي ريبير. لازم، هي ضروري. يسيركم. أيوه. لأنه ما لأنه حاجز الكم، حاجز المدخل، ما بإمكاني أفتح لا كل ترم ولا أي برنامج ثاني. طيب الان ممكن تستخدم الكوب تيرم حتى يعمل لك كونكت كتوصيل بالنسبه للبوربل مود. يعني وين خال الكوب تيرم؟ الكوب تيرم هو موجود بس مضغوط فوق، هذا هو.
اعمل ترتيب اي تو زد النيم استاذ احمد، اكبس على النيم يرتب لك هي حسب الاسماء واختار حرف الكي. أوكي. ايوه هذا اللي انا اشرت عليه. تمام ماشي. طيب طلع عندي اول واحد، اول واحد. اوكي هذا الان اشغل الكول تير. بالنسبه للكول تير ضروري جدا انتم عارفين الاعدادات. انا ممكن اعمل لك كول تير فيها اعدادات مسيفها، مجرد ما تفتحها وتعمل بيها كونكت. يعني انا لما ارسل لاي واحد مستخدم الاداه اعمل له هاي الاعدادات. الاعدادات اغلبكم اللي مستخدم كول تير سابقا يعرفه، انه هذا الخيار نختاره 115 و200، ونختار الخيار الثاني اللي هو لاين مود. طيب وهاي عامل لك اياها انا بنسخه حتى ما فقط تضغط كونكت. لما ضغطت كونكت هذا راح يستخدم كتوصيل يو اي ار تي، يستخدم كتوصيل يو اي ار تي، تعتمد عليه الاداه التوصيل يو اي ار تي كيبل. طيب الان انت ممكن تعمل مجموعه تيستات باستخدام البوربل مود. من التيستات اللي نعملها هي بيس باند تيست، نشيك بيس باند ونشيك باور بيس باند. يعني الان لو اضغط على الباور بيس باند بهذه الطريقه، طيب كونكت، انا ما عملت كونكت بيس باند. ممكن يكون فصلت الاير بير، فحتاكد انه الاير بير متصله بشكل صحيح، فاعمل ديسكونكت بالنسبه لهذا، واتاكد انه الجهاز داخل بوربل مود قبل ما اتجه للخيارات. طيب الان افصل وارجع. شوف الجهاز فصل، يعني الكيبل ممكن يكون يتحرك او ما الى ذلك، فلازم اكون متاكد. نعم الجهاز الان بوربل مود. تمام اغلق واعمل كونكت هنا، بعدين كونكت حتجه للأداة بهالطريقة. أشغلها من جديد. بالنسبة لخيار البوربل اللي هو هذا الخيار، هعمل بيس باند تيست، هنتظر 6 ثواني. هيعمل لي تشيك للبيس باند، يحلل الداتا ويظهر لي بيس باند وورك مثلا، فاعرف انه دائرة البيس باند شغالة. بعدها اضغط باور بيس باند، او بالبداية اضغط باور بيس باند، لانه نعرف الباور بيس باند يقلق قبل البيس باند، فحشيك بدل ما اشيك فولتات، اضغط وانتظر 6 ثواني. 6 ثواني حيحلل الداتا تطبيق، عمل لي باور بيس باند وورك، باور بيس باند وورك شغال. طيب ممكن تعمل تشيك للرام على ايفون اكس، تعمل له تشيك للرام، تنتظر 6 ثواني. بعد 6 ثواني ظهر لك رام وورك. بسيطة جدا. هنا بعملية الرام احنا حنصدر للرام داتا بقيمة 1 ميجا بايت، ونشوف الرام يستجيب. لو استجاب الرام وعمل عملية رد ريبلاي، حنظهر لك الرام وورك فقط. تمام. في خيارات أخرى مهمة، بس هذه أهم الخيارات اللي أنت حتلقيها بالأداة، هي للبيس باند، للباور بيس باند، للرام. مهمة جدا هاي بالتيست كفحص. عندك مثلا خيار يخص الشيستن، نعرف الاكس ما بي تشيستن،
فهذا الخيار نستخدمه 8 8 بلس 7 7 بلس 6 6S هذا الخيار. لكن انا اريد اشوفك الخيار كيف يظهر، يعني لما تضغط عليه بهالطريقه اكيد ما راح يظهر لي فولتات لانه الاكس ما بي تشيستك، فحيظهر لك بي ام يو، وهذا الامر اللي صدرناه حتى تشيك التشيستك ولقى ايرور ايرور لانه الجهاز ما بي تشيستك لانه الاكس ما بي تشيستك. طيب لكن مع كل جهاز حيظهر لك ستاندر فولتج ستاندر اوتبوت، هذا الستاندر حينطيك مثلا تشيستنت جراوند هذا خاص بالارضي، تشيستنت فولتج ان اللي هو خاص بالفي دي مان اللي يغذي لي تشيستنت قيمته 4 فولت، تشيستنت فولتج ريفرنس اللي هو فولتج ريفرنس قيمته 1.2 فولت، في بوست اللي قيمته 6 فولت، في ال دي او 1 اللي قيمته 5.7 فولت، في ال دي او 2 ايضا 5.7 فولت، في ال في نيجاتيف لانه نعرف التشيستنت يخرج فولتيتين فولتيه موجبه فولتيه سالبه بقيمه ايضا 5.7 فولت، كل منهم تغذيه منهم يصلون لباور الشاشه يعتبر كباور شاشه، قسم منهم لللمس للتاتش. فهذا الخيار حيفحص لك يبين لك العطل هل هو اضاءة او بيانات. بحالة التظاهر عندك 5.7 بوزيتيف ونيجاتيف هنا بالاجهزة اللي هي 8 فما دون، فتعرف انه عطلك بالاضاءة، وحالة ما ظهر تعرف عطلك بالبيانات. طيب هذا بالنسبة لخيار البوربل واستخدامه، اعتقد بسيط جدا. لو اي حد عنده سؤال على البوربل اوبشن البوربل اللي بالاداة يتفضل. طبعا البربل ده احنا بنستخدمه لحد الاكس، من بعد الاكس هو مش سبورت المفروض هو هذا للاكس للاجهزه اللي تدخل بربل مود فقط. اجهزه اللي تدعم بربل مود. نعم نعم فقط. طيب كمل باشمهندس. تمام الان ممكن نتوجه المهندس وسيم حتى يشوف العمل الخاص بالريستارت والايبوت. هو في حد بيسالنا سؤال بيقول لك يدعم الايباد 7 لما بيجي فاصل بيانات؟ بيدعم يدعم اكيد. باشمهندس وسيم لازم يعرف انه الايباد 7 هل يوجد اي سي بيانات موجود عندي الصوت؟ موجود. تمام. عندي انا شير. يلا. بالنسبة للآيباد 7 يدعم بالنسبة للبوربل مود، لأن نعرف احنا الآيباد 7 يدخل بوربل مود، فجميع التيستات انت ممكن تعملها للآيباد 7. الشير عندي صح؟ يلا. طيب طبعا اول شيء عندي ايفون 7 حنتكلم على موضوع الريستارت الاي بوت عفوا اول شيء حتكلم على موضوع الاي بوت. الاي بوت في عندي انا الجهاز ايفون 8 بلس فاصل معي انا باور، فيعطيني رساله على الاي ريبير اذا انا تمام هذا ايفون 8 بس الباور تلاقي ريبير طالع عندكم صح؟ طيب بس تمام هذا الاي ريبير
يعطيني أنا بوت بنك، لحظة بس يطلع معي البوت بنك وأفصل. هذا هو، هذا البوت بنك للجهاز اللي طافي باور. طبعا مثل ما احنا شايفين في بوت بنك ظهر معي. البوت بنك بإمكاني أنا أنسخ من عند البوت بنك اللي ظهر وأطلع للأعلى وأخذه نسخ، تمام، وأخذ نسخ على الكيبورد كنترول سي وأفتح الأداة وأروح على الآي بوت، تمام، وأعمل لصق للرسالة وأضغط جت إيرور. هيطلع عندي مشكلة إيش؟ أنا مش شايف الصورة. ريما الشورت اللي في الجهاز او الجهاز هذا انا مساوي له، يعني انا عامل فيه الشورت اللي في الجهاز. طبعا انا الشورت اللي عندي اذا نجي على المخطط انا عامل الاي تو سي 0، عامل انا فيه عليه شورت، يعني انا موصل جمبر ما بين الاي تو سي 0 مع الارضي، تمام. الاي ريبير اعطاني بوت بنك، وعلى البرنامج اعطاني مشكله رام. احنا لازم نعرف انه هل هي فعلا مشكله رام اللي اعطاني انا مشكله رام، ولا مسار التغذيه 1.8 الاس 2 اللي خارج من الرام او من المعالج هو اللي فيه الشورت. فيوم اللي تجينا الايرور ويعطيني رام، من المفترض اني انا ما اروح على الرام راسا وافحص وارفع الرام واغير الرام او اشتغل على الرام، لازم اتاكد من ال 1.8 الاس 2 هل هو في عليه شورت ولا لا. طبعا على المخطط الطرف الثاني من الـ من الـ من الـ المسار نفسه حشوفه متصل عندي على مقاومه على التوالي، والطرف الثاني من المقاومه اللي على التوالي هي ال 1.8 اس 2، فهذا يعني انه المسار اللي مشورت هو ال 1.8، يعني المسار كله صار فيه عليه شورت. الاي تو سي الاي او بي كلوك عمل لي شورت مع ال 1.8 اس 2 عن طريق البرنامج، اعطاني مشكله في الرام. لكن انا يوم اللي اجي انا قبل ما افحص انا في الرام او اشتغل على الرام، اتاكد من المسارات اللي خارجه من اي سي المعالج او الرام، اتاكد انه ال 1.8 سليم، اذا كانت سليمه او ما في عليها شورت فيكون انا عندي مشكلتي في الرام. بس انا مثل هالحاله هاي اذا انا احقن في ال 1.8 حيبين عندي انا الشورت اللي انا عامله في المكثف اللي موجود عند الكونكتر هذا. فالأداة نفحص، بس إحنا ناخذ كل البيانات كاملة، ناخذ من عند البوت بنك، من عند رسالة البوت بنك ناخذها نسخ ونحطها في البرنامج. طبعا إذا ما كان أنا عندي ما أريد أنسخ الكامل للرسالة، بإمكاني على البرنامج بس أكتب بس مثلا 190 مثلا خطأ 190 الاي بوت جيت ايرور يعطيني ناند مثلا، يعني يا انسخ الرساله كامله عن طريق الاي ريبير واحطها لصق، او انه اكتب بس الكود او البنك اللي ظهر معي يعطيني الايرور اللي على الاي بوت بنك. هذا في حال الاي بوت بنك، هذا بشكل عام على الاي بوت بنك. طبعا الاي بوت بنك انا بامكاني اخذ القراءه او الجهاز الفاصل باور عن طريق الاي ريبير او الماجيكو دياك او الجي سي بوكس الجي سي او حتى كيبل الدي سي اس دي عن طريق اي الكول تيرم. مثلا انا افتح برنامج الجي سي واشبك كيبل دي سي اس دي، او افتح برنامج الاي ريبير واشبك كيبل دي سي اس دي، حيقرا معي نظامي في حال كان انا ما عندي اي مبرمجه ان كانت جي سي او ماجيكو دياج او اي ريبير. فهذا فيما يتعلق في موضوع الاي بوت بنك. تسلم ايدك اخ حسين. في عندنا بعد اذن الاستاذ احمد حاله ثانيه لموضوع الريستارت. لا اذا نرجع ل البرنامج نفسه، موضوع الريستارت يعني الجهاز انا يفتح معي لمده مثلا 3 دقائق او 4 دقائق الجهاز يعمل ريستارت. فعن طريق الثريو تولز انا حنجرب هذا الكلام عملي الان. في ايفون يعمل ريستارت، الجهاز عفوا موصل الجهاز على باور سبلاي، فمن الطبيعي الجهاز انه لازم يعمل ريستارت لانه ما هو متعرف على مسار الاس دبليو اي. هذا في حال اذا كان دون السبعه، بعدين يكون في عندي انا مسار الاي تو سي. فانا في هالحاله هاي
هشغل الجهاز واشوف سبب الريستارت معي، افصل الاي ريبير تمام واشغل الايفون 7 افتح الفري تولز. المايك عندك الصوت بتاعه مش واضح قوي يا وسام، لما بتتحرك تقريبا بيبقى فيه زي نويزي كده. تمام كده كويس. تمام منور باشمهندس عباس. صوت اعتقد مو واضح عندي، مفيش مايك، مفيش صوت انا عندك يا عباس. تمام هذا الجهاز فتح، حاول لما يوصل خلاص. تمام اوصل انا الجهاز في الكمبيوتر. تمام واضح طالعه معانا ال 3 tool صح؟ تمام اذا اروح انا طبعا اذا كان الجهاز ما هو مشبوك على واي فاي وانا عامل سوفت وير للجهاز وما هو اخذ الوقت والتاريخ الصحيح، فيوم اجي انا على الكراش ديتيلز اشوف تواريخ قديمه جدا. مثلا انا هذا الجهاز معي قبل لا أبدأ في شبكه على الـ 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 الواي فاي ويعطيني التاريخ الصحيح، كان يعطيني التاريخ 31/12/1969، يعني من قبل ما ننولد كلنا، كل اللي موجودين معانا على البث. لازم أشبك أنا الجهاز على واي فاي عشان يعطيني التاريخ للبنك صحيح. في حال أنا شبكت الواي فاي صح، الواي فاي وعطاني الوقت والتاريخ والزمن صحيح، أثناء الريستارت حيعطيني بنك صحيح. الآن أنا القديم مالي في أخذ على 28/10 أعمل أنا view crash code، الرسالة اللي تظهر ما أعمل أنا عليها save as text. إذا أخذها أنا save as text ما يفتح معي البرنامج، لازم أضغط control A وأخذها نسخ أو أعمل control A control C، كده أنا أخذت الرسالة نسخ بشكل كامل. تمام أغلق هذا ما عاد أحتاجه، أغلق هذا ما عاد أحتاجه وأروح على الديسكتوب واحط انا ملف تكست نيو تكست واسميه كراش بنك سي بي. تمام وافتح الملف واعمل لصق. الصوت كده وصل تقريبا. واعمل لصق للبيانات اللي انا نسختها. تمام كده خلاص انا الملف صار عندي على الديسكتوب. اروح على البرنامج واختار ريستارت واروح على سيلكت دايجنوسيس فايل واروح اختار على الديسكتوب اختار الملف اللي هو كراش بانيك اللي هو هذا اللي انا الان انا سويته. تمام واعمل جيت ايرور يعطيني انا تشارجينج كيبل او باتري. تمام انا طبعا عملت مقارنه في هذا الموضوع في اكثر من اداه، يعني في اكثر من برنامج وانا صورت عليها فيديو. يعني هنا اذا نرجع مثلا على اللوجيك انالايزر، في برنامج اللوجيك انالايزر هذا اللي كنا نستخدمه زمان ريد لوج، هنا حيعطيني عدة خيارات. مثلا هذا 28/10 charging port battery SWI يعني power bottom flex charging port flex، يعني أعطاني ثلاث خيارات، بينما بالواقع هو الـ SWI هو البطارية، بطارية SWI. فأنا على البرنامج نفسه اختصر علي الموضوع وكتب لي بطارية، يعني البطارية إما ما هي راكبة مضبوط أو إنه البطارية فيها مشكلة ما هو متعرف على نسبة البطارية، وهذا الشيء يدل على في الثري تولز نفسه ما هو معطيني أنا نسبة الشحن البطارية، فهذا لأني أنا مشبك باور سبلاي. فهذا سبب الريستارت معي أنا يظهر معي بهذا الشكل. بس المهم أنا عندي في الكراش ديتيلز ما أخذ أنا الملف، ما أخذ أنا الـ 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 السبب الريستارت save as، أخذه نسخ وأعمل ملف تكست على الديسكتوب وأسحبه عن طريق الـ select diagnosis. هذا بالنسبة لموضوع الريستارت والآي بوت. البيربل مود تكلم عنه الأستاذ أحمد مع الـ RFFE. تمام
طيب باشمهندس عباس، عامل ايه اخبارك؟ السلام عليكم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ عليكم حبيبي استاذ مكرم وحبيبي استاذ وسيم، نورنا. شرفت فيكم طبعا، وهاي اهلا اهلا اجمل حبيبي، فرصه، اهلا. وان شاء الله نجمع على خير. على دماغنا على دماغنا، ربنا يعزك حبيبي يا رب. حبيبي شرفنا بيكم، على راسي استاذ احمد الله بعد يسلمك. استاذي. الله يسلمكم ويخليكم. اليوم يلا احنا اخذنا باشمهندس احمد هو اللي بيدير الادوار. ندخل بقى باشمهندس عباس، ليه دور موجود. يلا بينا هو باشمهندس. حيشيك عملي الاي تو سي ان شاء الله، يلا حيشيك اي تو سي عملي. توكلنا على الله. انت هتشير سكرين؟ ايه، افتح لك سكرين اول شيء، شاشه شير. ان شاء الله يا جماعه، الناس اللي بتسال بس مسجل، وان شاء الله هيبقى مسجل، هيبقى موجود على اي نيد، وبنرفعه على قناتنا على اليوتيوب. وباشمهندس وسيم برضه رفعه، هو دلوقتي تقريبا داخل بث مباشر من عنده على قناته على اليوتيوب. الناس اللي بتسال على طريقه اظهار، يعني عايز طريقه التوصيل باللوجيك كونرايزر والقنوات، هو عامة أنا بيبقى موجود. بإمكاني يا أستاذ مكرم، أنا بإمكاني بس لحظة شوي إني أوري بس فكرة توصيل اللوجيك أنالايزر أو البروبات، الأسلاك الرفيعة للفحص. يعني أنا شفت لقطة من الأستاذ أحمد حاكم طريقة توصيل البروبات أو الأسلاك، وكانت فعلا الفكرة جدا ممتازة، وصراحة أخذتها منه أنا، وبدأت أعمل التوصيل للـ RFFE والـ I2C، نفس الفكرة تماماً. بس ما أدري شلون أنا حقدر أطلع الـ البورد وأطلع الدنيا عندي. خلينا مع عباس أضبط. أنت دخلت يا عباس ورجعت تاني على فكرة. يلا الحمد لله على السلامة. عن الشير طالع عندكم؟ اوكي، الشير طالع. اوكي. طبعا احنا اول ما نبدي راح نربط خطوط الاي تو سي الكلوك والداتا. بس خلي افتح لكم الكاميرا حتى واضحة الصورة عندكم؟ واضحة. طالعة؟ استاذ احمد انت تسمعني؟ واضحة واضحة. اي واضح. اوكي. عندنا ثلاث خطوط احنا. بس لحظة. ثلاث خطوط عندنا، خط الكلوك وخط الداتا. طبعا احنا من نجيب الاسلاك نريد نربطهم على البورد، من نختار الخطين، عندنا خط اللي هو شانل 0 وشانل 1 اللي هو خاصات بالكلوك والداتا اللي وضح لكم اياها استاذ احمد. طبعا السلك اللي نختاره لازم سلك شويه، ونخلي براس السلك قطعه شيلد نلحن عليه على مود القراصات تشلب عندنا. فبهي حاله ورا ما نربط الارضي ونربط الخطوط ما ترى راح نروح اللوجيك الانالايزر. نفتح البرنامج. انتظر بس يا حتشيك يا خط، حتشيك باللوجيك انالايزر راح نشيك خط الاي 2 سي 2 ايفون 11. عندنا اليوم ايفون 11، راح نجيب خطوط الاي 2 سي 2. بس نتاكد من الروابط. طبعا بعد ما ربطنا الخطوط على اي 2 سي 2 نجي نعطي ستارت قبل كبسه الباور. نطينا ستارت، بعدها نضغط الجهاز، نشغل باور سبلاي، نخلي الفولتيه ماشيه، وبعدها نكبس كبسه باور. راح نشوف، ننتظر 30 ثانيه. بعد ما يقلع الجهاز بوت
بعدها انطي ستوب. اوكي نسيف اكسبورت للداتا مالتنا، نسوي لها سيف، نختار الاسم ايش عندنا احنا. اي اسم نختار. اوكي اي احرف مجرد نطي اكسبورت. بعدها نروح للاداه الخاصه مالتنا مفتوحه تحت. انا شوي الانترنت عندي ضعيف. نختار الاي تو سي، الايفون اللي عندنا اللي هو ايفون 11، راح نختار الايفون 11. بعدها نختار الداتا مالتنا اللي خاصه اللي هو هذا الملف. هنا عندنا الجهاز لانه ما انتظرت فتره، ما انتظرت فتره، طيب وقت سريع. نعم اوكي، ممكن تعيد تنتظر وقت افضل. نعيد نفس الخطوات اللي كنا نشتغلها بس خل اتاكد من الباور. ما في دقيقه لي انفصل الباور عندي. نرجع لللوجيك كذلك. الجهاز لازم يطفى. بعدها نطي ستارت. دقيقة بس. نرجع ندخل عليه. راح نعمل نعيد المحاولة نستارت من جديد ونطفي باور للجهاز. خليه دقيقة ونص مثلا. في حال ما كان الأرضي مربوط يعني موصول على على الجهاز، أول ما يشتغل الجهاز حنشوف التردد عالي، يعني ما في خط طالع معي، فهذا يدل على أن الأرضي ما هو مشبوك. الجهاز بدأ يطلع. اوكي اختار اي اسم. بعدين سيب نرجع للاداة نعيد المحاولة اللي سويناها. ايفون 11 i2c2 ظهر هو الجهاز في مشكلة بس نتفكر. هنا نطاك جاستن. اوكي البي ار. استاذ احمد ممكن ما مركب الشاشه يقرا لك هيك؟ طيب انت مركب شاشه؟ اركب شاشه ونعيد المحاوله؟ ممكن لانه ما مركب الشاشه، فطالما ما مركب شاشه فطلع الباب لايت اي سي غير شغال. بقيه الاي سيات اللي شغاله ممكن نشوفها.
بقية الاي سيات اللي شغالة. شغال عندك بس مجرد شاشة، خلنا نركب الشاشة ونعيدها. ممكن احتمال من الشاشة يقرأ لك كل الشاشة مركبة. الشاشة لأنه الشاشة مو راكبة فطلع الباك لايت 2 هو نوت وركينج. نعم. متأكد من الخطوط. اوكي. هسه ركبنا شاشة. راح نعيد المحاولة بالشاشة. تقريبا دقيقة ونص يا باشمهندس أحمد، صح؟ دقيقة تقريبا. الجهاز دخل نظام بعد ما اخذت الداتا. اي بس هو عكم مشكله ظاهر بالشاشه استاذ احمد. تسلم يا مشي يا طيب يا ابو عمو. اوكي لي انت على الشاشه استاذ احمد. تمام الان كل الايات على الاي تو سي شغاله. توب سبيكر امبليفاير شغال، اي سي بيانات ريزيستنت شغال، اي سي باك لايت الاضاءه الثانوي شغال لانه احنا دا نتعامل مع ال11 العادي، ففيه اي سي ان للاضاءه، اي سي باك لايت واحد، اي سي باك لايت ثاني. احنا شغالين على اي تو سي كم؟ هاي بالنسبه للتيست الاي تو سي 2. عشان كده الباك لايت 1 على واحد باك لايت خاص بالمعالج. اي نعم عندك باك لايت اي سي. طيب هاي بالنسبة لشرح الاي تو سي. لو اي حد عنده استفسارات مستنيين استفساراتكم. احنا كده اتكلمنا عن الاي تو سي، اتكلمنا عن الار اف اف اي، واتكلمنا عن الريستارت مع وسيم، صح كده؟ الاي تو سي اتفضل. الصوت الصوت عند عباس، صوتي قطع صح؟ المايك عنده وحش استاذ مكرم. أيوة. اريد بس اشرح على موضوع الابروبات وتوصيلها اذا ما في مانع. في صوت؟ يلا 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 تعال. في صوت يلا. بس اعطيني شير عشان اطلع ال السلام الشاشه. شير انت شلت الشاشه بعد ما كانت موجوده. لا لا يلا المفروض تطلع الشاشه. ايوه ايوه تمام. مايك على فكره انت عايز تشتري مايك جديد على فكره. يا رجل مايك جديد والله والله جديد، بس يمكن من الصوت لانه ضعيف. لا يشتغل اوقات كويس نظامي واوقات ثانيه يبقى فيه تقطيع كده. طب والان بس طمني شغال كويس والله كده يعني كده شغال كويس. اول ما هيقطع هقول لك. يلا لو كده روح رجعه وبدله بواحد. يا ماشي. شوف اللوجيك 16 يعني في 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 اسلاك كثيره. في كل سلك في كل سلك مكتوب عليه شانل، شانل 1 شانل 2 شانل 3 حسب السلك. هذا مثلا شانل 4. فانا من كل هالاسلاك هاي محتاج انا ثلاث اسلاك. هذا الاول انا اخذه
شانل زيرو. طبعا ما يفرق انا الشانل كم عندي، المهم انا عندي ثلاث يعني شانلين، وانا نفس الشانل اللي انا مختاره هنا لازم اختاره في اللوجيك 16 في البرنامج نفسه. لان انا مختار هذا اللوجيك الاول السلك الاول او الشانل الاول شانل زيرو، والشانل الثاني انا مختار شانل 1. تمام عندي انا شانلين، اذا شانل 1 على اليمين تمام وشانل زيرو على اليسار، يعني الاصفر 1 والاسود زيرو، واحتاج انا من الاسلاك البيض من الجهه البيض سلك واحد مكتوب عليه جي ان دي اوصله انا في كلاب او تمساح او اللي هو الخطاف هذا اللي يمسك البروب، او انه انا اربطه بهذا الشكل، انا عامله بهذا الشكل احطه مكان المسمار يمسك اي مكان المسمار. فاذا انا من كل هالاسلاك محتاج شانل زيرو شانل 1 تمام وسلكين من هذولا، سلك عليه شيلد وانا ملحم عليه سلك، يعني شقفة شيلد تمام وموصل عليها سلك. احط الجهة الاولى يمين مثلا الشانل الكلوك، يعني عشان يكون الموضوع اسهل اليمين كلوك واليسار داتا. تمام انا عندي سلك على اليسار وسلك على اليمين حسب المخطط. فاذا انا جيت اخذت مثلا الشانل 1 اللي هو كلوك، اروح انا على البرنامج تمام افتح انا البرنامج لحظه شوي اصغر هذا تمام. اختار انا اي تو سي، الان انا هنا اختار اي تو سي، مجرد ما اني انا اختار اي تو سي حيعطيني شانل 1 اللي هو داتا وشانل 0 هو كلوك. فانا اجي على البورد تمام، انا الكلوك حربطه على شانل 0، اجي على البروب اللي مكتوب عليه شانل 0 الاسود اللي هو هذا، واربط على الشانل 0 اللي نفس اللي في البورد. فاذا انا الاسود عندي شانل 0 في المخطط، الكلوك اللي هو شانل 0 اربطه في المسار نفسه، والشانل 1 اللي هو الداتا. فاذا انا على حسب ما انا رابط، لو حاطط انا هنا شانل 4 كلوك لازم اختار انا هنا شانل 4 كلوك، يعني مثل ما انا اربط في الاداء لازم اختار في البرنامج عشان ما يصير معي العكس يصير، فالداتا مكان الكلوك والكلوك مكان الداتا. فاختار انا شانل 1 داتا وشانل 0. باشمهندس وسيم اقدر ابدله من جوه البرنامج بالضبط، يعني انا من البرنامج نفسه انا اختار شانل 2 تمام واختار هذا شانل 3 واحذف انا الشانل 1 احذفهم، يصير انا عندي خلاص شانل 0 شانل 1 واشبك الجهاز واشغله على هالاساس هذا، وعلى الاساس اللي مكتوب انا عندي شانل 0 انا اخترته اختاره في المخطط نفسه. بهالحاله انا اخترت الكلوك صح والداتا صح وربطت الاتجاهات صح وحطيت الارضي، ضروري اني انا احط الارضي في حال انا شغلت الجهاز وماني حط الارضي من بدايه الاقلاع على الرسم البياني حيعطيني عالي، يعني ما في خط خط متساوي في البدايه راسا يعطيني عالي، فهذا يدل على انه الارضي ما هو راكب. هذا الكلام ينطبق على الار اف اف اي والاي تو سي، في كلا الحالتين لازم هذا الكلام ينطبق على كل الحالتين ان كان اي تو سي او ار اف اف اي. هذا بموضوع الربط اللوجيك انالايزر مع الجهاز. تمام يعطيك العافية أخ وسيم. يا حبيبي. طيب نسأل، أنا أسأل بقى السؤال اللي الناس كلها هتسأله، سعر التول كام وكيفية التحصل عليها؟ والله وسعر التول يعني رخيص قياسا بالأوبشنات، متوفرة بأغلب الدول العربية حاليا في وكلاء، يعني موجود وكيل بالسعودية أستاذ وسيم، موجود وكيل بالأردن، وكيل بلبنان، وكيل بسوريا، موجود وكيل بمصر، موجود وكيل بالجزائر، وكيل بكندا، وكيل بأمريكا، وكيل كذلك بالدول الأوروبية كلها متاحة. بقية الدول الأخرى ممكن تأخذ وكالة بالأيام الجاية إن شاء الله. فأي دولة من الدول الآن سهل جداً إنه يحصل على التولز. سعر التولز نعرف هي تفرق بين دولة ودولة على حسب سعر النقل. احنا مثلا عندنا هنا بالعراق سعر التولز $130 دولار دنبيعة،
لكن لما ترسل مجموعة دول ممكن يكون سعرها أغلى شوية سبب النقل وتكاليفه. طيب إن شاء الله بالتوفيق. محتاج تقول حاجة تانية باشمهندس أحمد؟ بقى عندنا فقط التطبيق العملي تبع الـ RFFE، ما عملنا عملي للـ RFFE، فأنا حدخل شير بالحاسوب الثاني حتى أعمل التطبيق العملي للـ RFFE. يلا طيب الـ RFFE أحمل سكرين من الحاسوب الثاني ده اللي هو اللي هو أنت فتح ستريم فيه دلوقتي صح؟ اللي هو لا ما طلبت سكرين بي اللي هو الجديد اللي ضفته جديد. تمام أنت نشوف أنت داخل بي ستريم عادي مش بعد لحد ما عملت شيء صح الآن بعمل شيء. اخ وسيم ده اكل ده ولا ايه؟ نعم لا هذا هذا اللوجيك رجعته في مكانه. انا بحسب حاجه حلوه يعني الواحد جعان على العشاء كده. طيب هو ما بيختار ستريم اعمل له مشاركه، المشاركه عندي مخفيه. انت دلوقتي موجود اساسا داخل بالكمبيوتر في بريزنت، بقى افتح بريزنت منها. أنا أدخل بالحاسوب الثاني لأنه هذا الحاسوب فيه كثير برامج فاتحها فممكن يعمل نويز، الحاسوب الثاني ما فاتح بيه أي تطبيق. استنى بس نشيل في أول مرة بس في كمان في ملحوظة كمان في أول مرة أنا جربت الأداة عندي على الكمبيوتر، طبعا هذا الكمبيوتر تاع الورشة عندي الاستديو اللي أصور عليه، موصل عليه المايك والسبيكرات والباور سبلاي والأفوميتر وكاميرا علوية وكاميرا أمامية ووصلت الواي فاي والماوس والكيبورد، يعني تقريبا 9 منافذ انا اخذ من الكمبيوتر، والكمبيوتر ما هو لابتوب. ففي البدايه كان يعمل لي كونفليكت، كان يعمل لي تضارب في المداخل ومشاكل في الار اف اف اي، فما كان تعطيني نتيجه صح. فبعدين حولت على اللابتوب، يعني في لابتوب ثاني، لابتوب بالمحل هو ما في عليه اي توصيلات ثانيه، استخدمت عليه الاداه واعطاني النتيجه صح. فكثره المداخل بتعمل نويز، فكثره المداخل هي اللي عملت المشكله معي. طيب بالنسبة للآر اف اف اي احنا عرفنا الآر اف اف اي هي فحص بالنسبة للمنطقة الأمامية من الشبكة، لما تتأكد المودم فيرموير موجود بالإعدادات فحتجي تعمل تشيك للمنطقة الأمامية من الشبكة. طيب هل أداة أنت لما تشوف داخل الأداة الآر اف اف اي في موديلات يكون بها الـ RFFE متعدد، يعني RFFE 2 RFFE 6 وهكذا، فتحتاج تلحم على RFFE 6 مرة وعلى RFFE 2 مرة ثانية. طيب في ممكن تختار 4 شانل، ممكن تختار 4 شانل، 2 شانل للـ RFFE 2 و2 شانل للـ RFFE 6، تأخذ داتا مرة واحدة فقط. في موديلات مثلا لاحظ بيها الـ RFFE 3 أو 4 أو 5، مثلاً آيفون 12 برو ماكس عندك RFFE 1 RFFE 5 و RFFE 3، فممكن تحدد 6 شانل كل واحد من أتهم يأخذ 2 شانل داتا وكلوك داتا وكلوك داتا وكلوك. بنفس الوقت راح تشيك هاي الآيسيات كلها، كل الآيسيات تأخذ داتا مرة واحدة، مرة واحدة تلحم وتشيك كل الآيسيات مرة واحدة طبيعي. لكن الآن إحنا ممكن نطبق على آيفون 7 إنتل فيه RFFE رئيسية RFFE 1، الـ RFFE 1 ترتبط مجموعة مضاعفات طاقة، هاي مضاعفات الطاقة عددها 3 4 5 6 أعتقد 8. طبعاً لازم ننتبه بالبرنامج لما يكون هاي النهاية قد تكون مو هي النهاية، يعني أحياناً انت توصل لهنا اللور انتنا كابلر ممكن بالماوس تنزل للاسفل، بعض الاحيان تلقي RFFE يعني تنزل بهالطريقه تلقي تحتها
عبر انتنة كابلر واللو باند باور امبليفاير. بالتالي انت لا تستك في فقط اللي بالصورة، انزل بالماوس حتى تتأكد هل هي نهاية هاي الاي سيات او لا، فتنزل طبيعي بالفارة بهالطريقة وتلقي كل الاي سيات. فالعرفة في واحد مرتبط بها 8 مضاعفات طاقة حتشيكهم مرة واحدة، تيست واحد تعملها تشيك كل مضاعفات الطاقة اللي على خطوط الار اف في واحد. طيب اولا قبل ما تاخذ الار اف في واحد راح تتوجه تاخذ الصورة حتى تلحم بيها الكلوك والدات، يعني تاخذ صورة منه فمنطيك الار اف في واحد مكان الداتا على هاي المقاومة ومكان الكلوك على هذه المقاومة. هاي مكانات اللحام اللي تلحم بيها الاسلاك الخاصة باللوجيكال ريز، ممكن تلحم هنا شانل 0 وممكن تلحم هنا شانل 1. بعدها اذا تريد تشيك الاي سيات في عندك سهم بالاسفل، هذا السهم راح يبين لك تشريح بالنسبة لمضاعفات الطاقة، تشريح بحالة طلع عندك واحد نتوركك راح تروح على التشريح تعرف وين مكان الاي تي وتعرف وين مكان التي دي دي والام اتش بي ميديوم هاي باند واللو باند وكل بقية مضاعفات الطاقة راح تعرف مكانه. أما بالبداية تحتاج مكانات اللحام، فحتطلع الصورة وتلحم الأسلاك سلكيا كلوكو داتا وتوصل الأرضي بالأرضي. طيب إحنا الآن موصلين الأرضي بالأرضي، موصلين الكلوك هنا وموصلين الداتا هاي الطريقة. نفتح البرنامج الرئيسي اللي هو برنامج اللوجيك أنالايزر بهذه الطريقة، حتى هاي الرسائل بأثناء ما تضيف RFFE لللوجيك فحتطلع عندك بشكل طبيعي ما تشيل لها. اللوجيك أنالايزر لما تفتحها بهالطريقة تلقي مجموعة شانلات متعرفة عندك، يعني الآن متعرف عندي شانل 0 شانل 1 لحد شانل 8 كلهم متعرفين عندي. أنا بهاي العملية دحتاج 2 شانل، شانل 0 شانل 1، فأشيل الصح عن كل الشانلات بهذه الطريقة وأخلي فقط شانل 0 وشانل 1 لأنه أنا مو محتاج بقية الشانلات، فمحتاج شانل 0 وشانل 1. لذلك لما اختاريت هنا شانل 0 وشانل 1 ظهر عندي هنا شانل 0 وشانل 1. مبدئيا بالبداية كبداية بالRFFE انت لما تفتح مستخدم جديد لللوجيك أنالايزر هتلاقي الأنالايزر ما محدد لك أي أنالايزر، كل الأنالايزرات ما متحددة. لما تضغط على الزائد على العلامة اللي هي بيها كل الأنالايزرات اللي موجودة، يعني I2C Asynchronization Serial SBI وبقية SWI والBasic كل الخطوط، فما حتلقي موجود RFFE مع الأنالايزرز، ما تلقي موجود عندك RFFE. في ملفات بسيطة تضيفها للأنالايزر حتى يتعرف عندك ويضاف أوبشن جديد بالنسبة للأنالايزر اسمه RFFE، فحتختار RFFE بهالطريقة. حتعرف مثلا كلوك شانل 0، لو نفترض أنا رح أعرفه بالعكس، هذا شانل 1 وهذا شانل 0، عرفت الكلوك هو شانل 1 والداتا شانل 0، عرفتهم بالعكس. فخلي نشوف شنو اللي يصير. قبل ما تشتغل تتأكد من الإعدادات، أول شيء الفولت، ثاني شيء أنه أنت حيجيك بهالطريقة 16 ميجا سامبل بير سيكند. لو اختاريتها بهاي الطريقة ما يقرأ عندك ولا اي سي شغال، كله نتورك، فتحول الى 100 ميجا سامبل بير سيكند. طيب التايم حاول تعدله، خليه 300 و400 سيكند، احيانا يكون التايم 50 سيكند فما يحتاج ما ياخذ ديكود كامل بالنسبة لمضاعفات الطاقة، فخلي التايم عادي. طيب بعد ما كملت حتتوجه على هذه الخانة الخاصة بالأنالايزرز، الخاصة بالأنالايزرز حيظهر ديكودينج هنا، حيظهر المفروض ديكودينج بالطريقة. طيب انت حتعمل ستارت وتشغل الجهاز باور. الآن تعرف عندك شانل 0 على أنه RFFE داتا، والشانل 1 تعرف على أنه RFFE سيريال كلوك. طيب أنا موصل أرضي وموصل داتا وموصل كلوك، هعمل ستارت. مجرد ما تعمل الستارت هتشوف الداتا كلها صفر، اتفقنا انه الداتا هتبتدي بين الصفر وبين الواحد ثمانية. الان انا ما مشغل الجهاز باور، لاحظ الداتا كلها تمشي صفر صفر، الان هبتدي اشغل الجهاز باور. بعد ما اشغل الجهاز باور ما تظهر الداتا بشكل مباشر،
يعني حيقلع الجهاز يطلع تطبيقات، وبعد ما يطلع التطبيقات حتلقي مؤشر الكلوك ومؤشر الداتا ارتفع من الصفر الى الواحد ثمانية وبدأ يقرأ البيانات ويعمل ديكودينج. طيب الآن شوف بدأ يقرأ بيانات، لكن ديكودينج مو ظاهر، لكن كديكودينج مو ظاهر. فخلينا ننتظر، ننتظر وقت. الآن هذا الوقت يعد عندك ريكوردينج، الوقت 4 دقائق، ممكن تنتظر لحد ما يوصل للدقيقتين، هتشوف هاي الداتا أخذها بشكل كامل. يعني ممكن تنتظر دقيقتين هتاخذ داتا. نعم قلبين التشانل كده، احنا عاملين التشانل بالعكس، الداتا مكان الكلوك والكلوك مكان الداتا. الآن أنا عاملهم مثلا بالعكس، لو احنا نفترض انه اجى واحد عمله بالعكس، والاغلبيه اللي تحصل عندهم مشاكل باستخدام الاداه انه تلقيه لما يدخل ويعرف الكلوك يعرف داتا ويعرف الداتا كلوك والرابط عنده عكسي، فتظهر عنده الداتا بهالطريقه. الان احنا بعد ما نعمل ستوب حنعرف المستخدم انه انت كيف عرفت انه الرابط اللي عندك عكسي او صحيح. حتى لما يكون عكسي هتفر الرابط، او ممكن ما تفر الرابط، بالاعدادات تعمل اديت، تعمل تعديل وتغير الشانل 0 وتخليه شانل 1 والشانل 1 شانل 0، وبالتالي حيتغير الكلوك داتا والداتا كلوك. طيب هنا الداتا اللي عندي ظهرت هو عامل لها ديكود 100%. هنا لو تلاحظ بالاسفل، اسفل الريكودينج موجود عندك ميموري. الميموري تلاحظ هي 0 ميجا بايت. لما تشوف انت عندك الميموري 0 ميجا بايت، عندك واحده من المشكلتين. المشكله الاولى قد تكون انت رابط الداتا على الكلوك والكلوك على الداتا، يعني رابط بشكل عكسي، وبالتالي الداتا ما ظهرت ديكودينج هنا، والديكودينج اللي يظهر هنا حياخذه ويعطيك حجم الميموري، حجم الذاكره. وبما انه انت ديكودينج ما حصل هنا، فماكو اي ذاكره هنا، فبقى عندك الميموري هنا 0 ميجا بايت. طيب المشكلتين الاولى ذكرناها، ممكن رابط عكسي داتا على كلوك وكلوك على داتا، واحيانا ما تكون رابط عكسي، رابط بشكل امامي، وبالتالي تحتاج فقط من هذا الخيار تعمل ريستارت، تعمل ريستارت للار اف اف اي. احيانا تحتاج فقط تعمل ريستارت، وبعد ما تعمل ريستارت تلقى الداتا ظهرت عندك هنا بشكل طبيعي، والميموري بدل ما كانت 0 ميجا بايت اصبحت الميموري قاريه عندك مثلا 5 ميجا بايت او 15 ميجا بايت، وحاصل الديكودينج وانحلت عندك المشكله انه ديكودينج. طيب الان انا اعتقد انه هاي الداتا اللي اخذتها من الجهاز هي داتا كافيه، داتا كافيه، لانه انا انتظرت لوقت طويل، لانه احنا بدنا ناخذ داتا من 8 ICs، بيناتهم مضاعفات طاقه، بيناتهم ابر انتنة، وبيناتهم مجموعه من الانتنات الاخرى. هعمل ستوب. عملت ستوب. بعد ما عملت ستوب انا الان إذا وأعمل إكسبورت بهذه الطريقة حيطلع لكل المضاعفات نتوركينج، والسبب ما موجود عندي ديكودينج بهاي المنطقة. فما ما أنصحك إنه تعمل إكسبورت وتسيف الفايل وأنت ما متأكد إنه الديكودينج موجود هنا. طيب أنا عندي واحدة من المشكلتين، مشكلة أولى ممكن أحلها أعمل ريستارت، ريستارت بهذه الطريقة. شوف ظهر الديكودينج مجرد ما عملت بهذه الطريقة على رففي ريستارت، فظهر عندي هاي المنطقة ديكودي، هاي حالة، حالة من الحالات. طيب خلينا أكبر على منطقة معينة ونرجع لبداية اللايف، احنا تكلمنا كيف نميز الداتا وكيف نميز الكلوك. فلاحظ لاحظ بهاي المنطقة مثلا تبدي توسع المنطقة بهالطريقة، فحتلقي اللي فوق
اللي فوق هو كلوك لأنه الإشارة السيجنال متماثلة متماثلة، فبالتالي هذا كلوك وانت معرفة داتا يعني عاكس الأطراف، وهذا داتا لأنه غير متماثلة ومعرفة كلوك. تمام، وذكرنا معلومة بحالة انت عرفت الداتا كلوك والكلوك داتا، حيظهر عندك فقط الـ SSC اللي هو Start Sequence Condition فقط، ما يظهر بقية الداتا، فقط الجهاز حيعمل Start Sequence Condition، مجرد ما يعمل Start يبدي يتوقف ويعمل Start ويبدي يتوقف ويعمل Start، وبالتالي انت ما أخذت الداتا. بالتالي لما تضغط هنا بهذه الطريقة فتلقى كل الفاليو اللي عندك هي فقط SSC، فقط هي Start Sequence Condition. طيب إذا المشكلة اللي عندي أنا قالب الأطراف مو ريستارت، مشكلتي أحيانا ريستارت وأحيانا قالب الأطراف. عملت ريستارت فقط لقيت SSC، إذا الآن أعمل إيديت وأعرف هذا الشانل هو بهذه الطريقة شانل 0 وهذا هو شانل 1 وأعمل سيف. لاحظ التغير اللي حيصير، انت ما تحتاج مرة ثانية تربط ولا تحتاج مرة ثانية تاخذ داتا، هي نفس الداتا هذه حنحللها. لاحظ لما عملت هذا كلوك وهذا داتا وعرفنا كلوك هو متماثل، بدأ يعمل start sequence condition وظهر السليف ادريس. السليف ادريس هو الاي سي اللي موجود على مسار الار اف اف اي اللي هو ادريس الخاص بي 07، وبعدها عمل لي هذا الادريس لو تلاحظه، عمل لي باريتي، الباريتي الخاص بي 1 لانه نعرف الباريتي ما يكون 0 او يكون 1، والداتا انتقلت بي داتا، داتا قيمتها 0 1. طيب وبعدين عمل لي الباس بيت اللي هو عملية التوقف. إذا حصلت بي عملية نقل داتا كاملة، إذا هذا كأدريس يعتبر وورك، يعتبر وورك هذا كأدريس. الآن لو تلاحظ الداتا بالأول كانت مباشرة تظهر 100% لأنه الداتا قيمتها 0 ميجا بايت، أما الآن لما ظهرت داتا قيمتها عالية بدأت الداتا تحمل عندي هنا، بدأت تحمل 48 إلى أن توصل 100%. الآن لو أضغط على هذه النقاط الثلاثة وأريد أعمل إكسبورت، ألاحظ أنه الإكسبورت مخفي. ليش الإكسبورت مخفي؟ لأنه الداتا ما حملت بشكل كامل، فلازم أنتظر الداتا إلى أن تحمل بشكل كامل توصل 100%، وبعد ما توصل 100% حتلاقي الخيار اللي خاص بالإكسبورت داتا بتفعل، بالتالي تقدر تسيف وتخزن الداتا الخاصة بك. طيب هذه هي الاي سيات، كل اي سي من الاي سيات حيبتدي بستارت سيكونس كونديشن، كل اي سي من الاي سيات او كل منطقه حيبتدي بستارت سيكونس كونديشن. هنا الستارت سيكونس كونديشن مو فقط للاي سي نفسه، الستارت سيكونس كونديشن هي لرجسترات الاي سي، يعني الاي سي متكون من مجموعه رجسترات قطاعات موجوده بداخله، كل start sequence condition هي لريجستر معين داخل الاي سي، فهذا الريجستر المعين حيعرف الادريس، هاي الاس اي معناها هو سليف ادريس، والسليف ادريس مطيك الادريس مالته، وبعدها حيقول لك حصل بي باريتي 0 لو باريتي 1، وبعدها حيقول لك هل مرت بي داتا ولو الداتا بقت 0، وبعدها حيعمل الباس بيت. فكل ريجستر من ريجسترات الباور امبليفاير حتبدي يشيكها اللوجيك انالايزر ويشوف هل بيها داتا مرت او لا، وبعدها يخزن لك اياها على شكل داتا موجوده هنا. هاي الداتا انت تقدر تسيفها بالاكسبورت داتا على شكل ملف اكسل سي اس في، تعمل له اكسبورت داتا بهالطريقه وتعمل له اكسبورت وتشوف المكان اللي انت تريد تخلي بيه. مثلا انا حخليه بالديكيومنت باللوجيك وحسمي هذا الفايل 7 انتل مثلا بهذه الطريقه 7 انتل، واعمل اكسبورت داتا. الان اني حيعمل اكسبورت، الاكسبورت بحال الداتا موجوده حتشوفها تتاخر ثواني، وبحال الداتا ما موجوده حتعمل اكسبورت بشكل سريع لانه ماكو داتا.
الآن تلاحظ الإكسبورت داتا ما أعطتني كمبونيت بشكل مباشر، انتظرت فترة حتى تعطيني كمبونيت. هاي الداتا اللي تخزنت بداخل الديكيومت، لو أجي عليها بالديكيومت وأفتح الداتا بداخل اللوجيك 7 انتل، أفتحها على شكل ملف إكسل وأشوف شنو اللي موجود بداخل الملف الإكسل اللي سيفته وأخذته. طيب الملف مثل ما تشوفه CSV، حسحب هذا الملف بهذه الطريقة، حتشوف الداتا دائما تبدي SSC وحينطيك كل واحد سليف أدريس، والسليف أدريس حيقول لك الكماند بار حصل بيه صفر أو حصل واحد، وحينطيك إنه كل واحد منهم هل مرت بي داتا أو ما مرت بي داتا. طيب إحنا لو نلاحظ هذا الملف نهايته كم حقل، لاحظ الملف اللي سحبناه من الجهاز، سحبناه من الجهاز ملف ب 219,215، يعني الحقول اللي سحبناها من الجهاز هي 219,215 هاي عدد الحقول اللي احنا سحبناها. فهذه انت لو بشكل يدوي وتحلل الداتا حتى تعرف المضاعفات شغالة لولا، راح يكون الموضوع معقد وصعب وياخذ وقت طويل. أما الأداة هي فكرتها حتى تعمل لك تحليل لهذا، لما تفتح الأداة بهذه الطريقة وتروح على آيفون 7 انتل وتعمل ستاب دايغونيسيس، حيحلل لك هذول الـ 219,000 كلهم، يحلل لك إياها ويظهر لك أي مضاعف طاقة هو شغال أو لا. فمثلا حتذهب على الديكيومنت، احنا سيبناه باللوجيك واختارينا ايفون 7 انتل بهذه الطريقة، فحتلقي احنا حنطبق على جهاز شغال ودارة الشبكة بي كلها تعمل، فحيقول لك الجي اس ام باور امبليفاير ووركينج وهذا الادريس الخاص بي، وحيقول لك انه التايم ديفيجن باور امبليفاير ووركينج وهذا الادريس الخاص بي، وحيقول لك انه الإيتيل انفلوب تراكينج ووركينج وهذا الأدريس الخاص بي، حيقول لك الميديوم باند هاي باند ووركينج، ميديوم باند اللي خاص بالدايفيرسيتي ووركينج، اللور أنتنا كابلر ووركينج، الأبر أنتنا كابلر ووركينج، اللو باند باور أمبليفاير ووركينج، وبالتالي شيكت مرة واحدة تيست واحد على كل مضاعفات الطاقة اللي موجودة بهذا الآيفون بهذه الطريقة عملية التيست. طيب هاي بالنسبة للـ RFFE تطبيق العمل الخاص بها. تسلم إيدك أخ أحمد ضياء صبري، السلام عليكم. تحس ان التول ادفانسد اكتر وده شيء يرفع له القبعه. كل التوفيق شباب. تسلم. الله يحفظك اخويا ضياء، الله يسلمك. شرح وافي وكافي. شادي سعيد برضو صاحب، لازم ناكد ان هو صاحب فكره اللايف. تسلم يا شادي، ربنا يبارك. استاذ احمد عملاق، شرح رائع. فخر العراق الاصلي، كل الاحترام، كل الحب وكل التوفيق طبعا لاخواتنا في العراق، يعني اخواتنا حبيبي. طيب باقي ايه عندك يا استاذ احمد؟ انا حاليا احنا اكتملنا بشرح تعريف كل الاداه، اخذنا كل الاوبشنات بشكل عملي طبقنا عليكم، باقي لنا فقط لو اي احد ادى استفسارات على الاداه فيتفضل عادي، يعني احنا مستعدين للاجابه الان على كل الاستفسارات. يلا اي حد معانا 5 دقايق نفتح منها الاسئله، نشوف الاسئله ايه. ولو محمود تقي الدين ان شاء الله باذن الله هيبقى معانا في مصر ان شاء الله يوم 10 باذن الله الشهر القادم. طيب بيقول لك اذا كان مودم موجود اذا نفحص ينطينا نتيجه؟ ما موجود، لو المودم ما موجود اذا انت مشكلتك بالمنطقه الخلفيه فتشيك كريستال، تشيك باور بيس باند، تشيك بيس باند، تشيك ترانسيفر، انت مشكلتك بهاي المنطقه، مشكلتك مو منطقه اماميه، الاداه مختصه بتشيك المنطقه الاماميه من منطقه الشبكه. تمام. هل الاداه ليها وكيل في الجزائر؟
موجود وكيل داخل الجزائر أبو عبد الرحمن. شكرا. موجود. شكرا. حد عنده أسئلة تاني؟ أحمد ربيع مشي. طيب عمار بارك الله فيكم، عمل يرفع له القبعة. تسلم. أحمد ربيع كل التقدير والاحترام. الله يسلمك أخوي. الناس بتشكرك. شرح وافي ما شاء الله موفقين. طيب نختم اللايف بتاعنا. طبعا سعدت وتشرفت بيكم النهاردة. نبدأ بآخر واحد دخل اللايف، عباس عبقرينو. باشمهندس عباس عبقرينو حبيبي، شرفنا بيكم والله، فرصة سعيدة، وإن شاء الله دائما نجمع على خير يا رب دايما، وكل توفيق لإخواتنا في العراق وكل توفيق للعرب جميعا. يعني خلينا ناخد سؤال تاني، بيقول لك أستاذ أحمد أتمنى تبقى في تحديثات مع إضافة نقاط الداتا وكلوك في الاي تو سي في هذا التحديث. ان شاء الله احنا مستقبلا حنضيف صور لكل الاي تو سي، لان الاي تو سي تعرف متشعبه وتحتاج وقت حتى نجمع صور كامله ان شاء الله. تم الاداء باشمهندس احمد قال $130 من العراق، ولكن بتختلف من بلد للتاني على حسب الشحن ومصاريف الشحن. اسلموا. ناخد بيقول ايه بقى، بقد الاي بي ادريس، بقدر استخدم الاي بي ادريس في استخدام الاداء على الاداء على اللابتوب ولا ايه تاني؟ انت تطلب تفعيل على 2 بي سي عادي، انت عندك خيارات ممكن تفعلها على 1 بي سي، تفعلها على 2 حاسبات، او تفعلها على 3 طبيعي ان شاء الله. طيب كمان الاخ وسيم اللي كان ليا الشرف ان انا اشوفه النهارده. يا حبيبي الشرف ليلي والله، والله الله يجمعنا حبيبي على خير دائما، ربنا يعزك. واخيرنا بطلنا العربي الاخ احمد حاكم، باشمهندس احمد حاكم. الله يحفظك اخويا، الله يسلمك. ان شاء الله ما تكون اخر اللقاءات، وان شاء الله نلتقي بكم على خير ونشوفكم كل خير وصحه ان شاء الله باذن الله، ونشوف تحديثات جديده ان شاء الله، ونطلع مع بعض في حاجات جديده ان شاء الله. نشوفكم على خير على منصه اي نيد ان شاء الله، كل جديد نشوفه باذن الله. سهرناكم معانا، سامحونا، وكل الدعم لاخواتنا العرب في العراق، ويعني بالتوفيق باذن الله. نشوفكم على خير. الله يسلمك. مع السلامة. مع السلامة.